أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم. نستأنف محاضرات الريفيجن أو الكراش كورس، وفي هذه المرة هي لصالح الأطفال مرضى مستشفى أبو ريش. النهاردة بإذن الله عندنا محاضرة عن الأنتيرو بيتيوتري، وزي ما اتفقنا إن محاضرات الكراش كورس أكثر تركيزا وأكثر نظاما وأكثر سرعة. فهنتوكل على الله، وعندنا النهاردة 5 لوحات عشان تبقى عارف متابع معايا، فده يخلي الموضوع بالنسبة لك أوضح. الأول عايزين نتفق إن البيتيوتري ومعناها الغدة النخامية اللي هي بنسميها هايبوفيزس ريبراي، يعني نمو تحت المخ. دي بتنقسم إلى قسمين، في أنتيرو بيتيوتري ودي غدة حقيقية بتفرز هرمونات، عشان كده نسميها أدينو هايبوفيزس. أدينو معناها غدة، الهايبوفيزس ليها غدة، ودي بتطلع من الراثيك باوتش من الأورال كافيتي في الامبريولوجي يعني. بينما البوستيرو بيتيوتري دي بتطلع من الثيرد فينتريكل، السيلز بتاعت الثيرد فينتريكل في البرين، وبيسموها نيورو هايبوفيزس. ومفهوم ليه سموها نيورو؟ لان اللي بيعمل لها الهرمونات هو النيرفوس سيستم، ممثلا في الهايبوثالامس، هي الغده الوحيده قلنا التي تخزن ولا تصنع الهرمونات بتاعتها. ده هنرجئها للمحاضرة القادمة اللي هي النيورو هايبوفيزيس أو البوستيرو بيتيوتري. طبعا تعرفين ان البيتيوتري أولاد كلها حوالي 1 جرام في وزنها، ومع ذلك هي الماستر جلاند. وفي نقطة تاني انها متصلة بالنيرفوس سيستم اللي هو الهايبوثالاموس عن طريق اتصال بنسميه بيتيوتري ستوك. فنتوكل على الله ونبتدئ اللوحة الأولى من اللوحات الخمسة، وهي الانتيرو بيتيوتري. الانتيرو بيتيوتري زي ما هو واضح قصادك في الرسم اهو، الرسمه دي انا بعيدها كذا مره. فانت عارف ان الانتيرو بيتيوتري في 3 غدد اندر دي كنترول الانتيرو بيتيوتري، اللي هو الثايرويد والادرينال كورتكس والجونادز. دي معلومه بيزك تبقى عارفها. ابتدي الاول معلومات تصلح شفوي ام اس كيو. الانتيرو بيتيوتري فيها 5 انواع من السيلز، 3 فيهم بيزوفيليك سيلز، اي بيصطبغوا باللون الازرق زي ما انت شايفهم، وانا بستخدم الالوان هنا، اللي هما بيتحكموا في الـ3 غدد، في الثايرويد والادرينال كورتكس والجونادز. هنا الثايروتروبس اللي هي الخلايا دي من اسمها ثايرو، بتتحكم في الثايرويد عن طريق انها بتطلع ثايرويد ستيميليتنج هرمون، اللي هو ليه اسمين تانيين بيسموه ثايروتروفيك هرمون، وده اسم خطأ في اللغة، لان التروفيك معناها مغذي، اي ان الغدة بتتغذى عليه. طبعا لا، هو بيعمل لها ستيميليشن، هو مش نارشمنت، هو مش مادة غذائية. وبيسموه اسم تاني خطأ بس مستخدم برضه، اسمه ثايروتروبين. وكلمه تروب بحب الترمينولوجي يا اولاد، معناها ريتيرن تو ذا اوريجين، لان زمان كانوا فاكرين ان الثايروتروب سيلز دي بتطلع ثايروتروبس، يعني الهرمون اللي هو بيستيميليت الثايرويد، ولما بيزيد بيرجع هو يعمل لها انهبيشن، يعني حاجه زي الاوتوكراين. طبعا هذا خطا، لان الثايرويد ستيميليتنج هرمون بيطلع التي 3 والتي 4 اللي لو زادوا هم مش التي اس اتش اللي بيرجع يعمل لها فيدباك انهبيشن. ففي الامريكان هاند بوك اوف فيسيولوجي مكتوب ان الثايرويد ستيميليتنج هرمون هذا هو الاسم الاصح، لان لا هو ثايروتروفيك، لا هو مغذي للثايرويد، ده هو ستيميليتنج، ولا هو ثايروتروفيك هرمون، يعني ثايروتروب اللي هو بيرجع تاني للخليه اللي بتطلعه اللي هي اسمها ثايروتروبس. طيب هننتقل بعد كده يا اولاد عندنا تاني واحد اسمه ACTH، خلاص؟ ده بيتحكم في الادرينال كورتكس،
وبيطلع من خلية اسمها كورتيكوتروبس، وبعدين آخر خلية اسمها جونادوتروبس بتتحكم في الجونادز اللي هما بيشملوا الـ FSH والـ LH. فيبقى دول أول ثلاث أنواع من السيلز. ثايروتروبس بتطلع الثايرويد ستيميتنج هرمون، كورتيكوتروبس بتطلع الـ ACTH، وجونادوتروبس عد معايا بتطلع تو هرمونز FSH و LH. يبقى أربع هرمونات بيطلعوا من ثلاث خلايا كلهم بيزوفيليك. طيب نيجي بعد كده، في عندي نوعين تاني من الخلايا اللي هما السوماتوتروبس بتطلع الجراث هرمون، وعندي بعد كده الماموتروبس أو لاكتوتروبس بتطلع البرولاكتين، ودول أسيدوفيليك سيلز أي إنهم بيصطبغوا باللون الأحمر. طيب ثانية واحدة، أنا آسف على الانترابشن. يبقى تاني يا ولاد، we have five types of cells في الانتيريو بيتيوتري بيفرزوا 6 هرمونز، عشان ده سؤال شفوي وده سؤال شفوي، ايه types of cells وايه الهرمونز بتوع الانتيريو بيتيوتري. فالtypes of cells نقولهم تاني، 3 بيزوفيليكس، ثايروتروب بتطلع الثايرويد ستيميتنج هرمون، كورتيكوتروبس بتطلع الـ STH، وجونادوتروبس بتطلع 2 الـ FSH والـ LH، وبعدين 2 أسيدوفيليك بيسموهم سوماتوتروبس بتطلع جروث هرمون، طبعا سموهم سوماتو عشان بيكبروا السوما الجسم، وماموتروب أو لاكتوتروب بتطلع البرولاكتين بتاع الرضاعة. فده لو سألك في الشفوي ايه أنواع السيلز بتاعت البيتيوتري، 3 بيزوفيليك بيتحكموا في 3 غدد و2 أسيدوفيليك. طيب مين أكثر الخلايا عدداً؟ ده سؤال مسكي مهم جدا، اللي هو السوماتوتروبس اللي بتطلع جروث هرمون، لأنه لما يجي لك في الـMSQ بيتيوتري تيومر غالباً بتبقى في السوماتوتروبس، يعني اعتبر حل السؤال على أنه زيادة في جروث هرمون. طيب السؤال الشفوي الثاني، هيسألك قول الهرمونز بتاعت الانتيريو بيتيوتري. الإجابة الأوائل، الانتيريو بيتيوتري بتفرز 6 important هرمونز، يعني هما مش 6 بس، هما أكثر من 6، لكن دول 6 المهمين. عشان تجاوب السؤال ده بطلاقة وبطريقة سهلة، عاوز وجه الممتحن يختفي من أمامك وتتذكر الرسمة دي اللي هرسمها دي، تبقى ارسمها ثالث أو رابع مرة ولسه هنرسمها تاني بإذن الله. فكأنك شايف الصورة، فتقول عندي ثايرويد ستيميليتنج هرمون للثايرويد نمرة 1، أدرينو كورتيكوتروفيك هرمون للكورتكس نمرة 2، وبعدين FSH وLH يعني 3 و 4 للجونادز، ودول طالعين من البيزوفيليك سيلز. طب ايه الاثنين المهمين التانيين من الأسيدوفيليك؟ الجروث هرمون والبرولاكتين طالعين من الأسيدوفيليك سيلز، من السوماتوتروبس واللاكتوتروب أو اللي هي بيسموها ماموتروب عشان الماماري جلانز. طيب السكس هرمونز دول فيهم أسئلة MSQ، ممكن نقسمهم بثلاث طرق. الطريقة الأشهر الكيمستري بتاعتهم إيه؟ أنا علمتكم يا أولاد إن كل الغدد اللي بحرف الـ P بتطلع بروتين أو بوليبيبتايدز، فلو مشيت على القاعدة يبقى الست هرمونات دول تركيبهم بروتين أو بوليبيبتايدز. طب نخصص أكتر الأوائل، 3 منهم بيبقوا مش بروتين، جلايكوبروتين يا أولاد، اللي هما الـ TSH والـ FSH والـ LH، دول جلايكوبروتين. بينما الـ growth هرمون والـ prolactin والـ ACTH دول polypeptides. يبقى 3 جلايكوبروتين TSH FSH LH و3 polypeptides اللي هما growth هرمون prolactin و ACTH. طيب ممكن نقسمهم بطريقة تانية يعني مختلفة، ان 5 منهم
خمسة من الستة دول تروبيك هرمونز. يعني ايه تروبيك؟ يعني بيأثروا في غدد اخرى، بيطلعوا هرمونات اخرى اللي هما التي اس اتش بتطلع تي 3 وتي 4، الاس تي اتش هتطلع الكورتيكال هرمونز، الجوناتروبين هتطلع سكس هرمونز، وفين الصعبة بقى الخامس الجروث هرمون بيطلع من الليفر هرمون اسمه انسولين لايك جروث فاكتور 1 بيعمل الجروث. يبقى الوحيد اللي ما بيشتغلش ويطلع هرمونات لا بيشتغل على البريست يعمل لاكتيشن هو البرولاكتين. يبقى دي تقسيمه برضو يجب تبقى عارفها، انه خمسة من الستة بيبقوا عندنا تروبيك هرمونز. طيب يبقى قلنا ثلاثة جلايكوبروتين وده اشهر تقسيمه، وثلاثة بوليبيبتايدز، خمسة منهم بيطلعوا هرمونات ما عدا البرولاكتين ما بيطلعش هرمون، ده بيعمل لاكتيشن. يبقى دي تقسيمة أخرى تبقى عارفها. طيب ننتقل للسؤال بقى الأهم يا أولاد، اللي هو الكنترول أوف أنتيريو بيتيوتري. ولا تنسى الأوائل لما يسألك النيوميريت الأنتيريو بيتيوتري هرمونز هتقول 6 important، حط لي خط تحت كلمة important الأوائل، يعني في غير دول فتبقى عارف هذا الكلام. طيب التقسيمة الثالثة اللي هي الأقل شهرة، إن في أربعة منهم بيطلعوا من البيزوفيليك سيلز اللي هما باللون الأزرق، واثنين بيطلعوا من الأسيولوفيليك سيلز اللي هما جروث هرمون والبرولاكتين. دي الثلاث تقسيمات، الثلاثة بيجوا أسئلة ام اس كيو. نيجي بقى الأول سؤال نظري، الكنترول أوف أنتيرو بيتيوتري أور أدينو هايبوثيسيس هرمون، إزاي بتبقى كنترول؟ قلناها في المحاضرة الماضية بطريقتين، يا من فوق بالهايبوثالامس اللي هو النيرفوس سيستم ممثلا في الهايبوثالامس، يا من تحت بالفيدباك ميكانيزم. غير ان ده يصلح سؤال نظري ممكن كل واحد لوحده يبقى سؤال. نبتدي بالفيدباك ميكانيزم يا اولاد، وهو السؤال الاسهل. فيدباك ميكانيزم بنقسمه الى نوعين، نيجاتيف فيدباك وبوزيتيف فيدباك. فطالب يقول لي طب من فضلك فهمني يعني ايه، امتى نقول نيجاتيف وامتى نقول بوزيتيف؟ تعال نشوف مع بعض في رسمه سهله اهي. لو ان هرمون A بيزود هرمون B، فلما هرمون B يزيد بيرجع ينهبت A، يعني يقول له كفايه كده انا زدت انف، يبقى ده نيجاتيف فيدباك. طب ونفس المنطق لو هرمون A نقص هرمون B، فلما هرمون بي نقص رجع لقى نفسه ناقص عاوز يزود روحه، عمل استيميليشن للغده اللي بتطلع هرمون ايه، يبقى ده برضه نيجاتيف فيدباك. بقولها بطريقه جميله يا اولاد لا تنسى، لما الاشاره تختلف يبقى ده نيجاتيف فيدباك. يعني لما الزياده تنقص او النقص يزود، يعني في اختلاف في الاشاره، يبقى ده نيجاتيف فيدباك، وهو الاهم على فكره وهو الاكثر شيوعا. ووظيفته قلنا بيعمل ايه؟ بيثبت كمية الهرمونات في الدم، لو زاد ينقصه ولو نقص يزوده. أما لو هرمون A بيزود هرمون B، فهرمون B يزود هرمون A، فهرمون A يزود هرمون B، يعني الإشارة متفقة الاثنين بيزودوا بعض، يبقى ده هو البوزيتيف فيدباك. وبنفس المنطق لو الاثنين بينقصوا بعض يبقى ده برضه بوزيتيف فيدباك، A نقص B وB نقص A. يعني تاني يا أولاد في عجالة، يبقى اختلاف الإشارة يبقى نيجاتيف فيدباك وهو الأكثر شيوعا وهو الأهم، لأن ده اللي بيثبت كمية الهرمون، لما يقل يزود ولما يزود ينقص. إنما الاثنين يزودوا بعض أو الاثنين ينقصوا بعض ده بوزيتيف فيدباك ميكانيزم وهو الأقل. ففي سؤال الفيدباك تقول وي هاف تو تايبس. طيب نمسك الأكثر شهرة وهو النيجاتيف فيدباك. هنقسم ثلاث أنواع. إحنا قلنا إن الثلاث غدد دي بتأتمر بالبيتيوتري. اللي بتأتمر بدوريها بالنيرفا سيستم ممثلا في الهايبوثالامس. فلو الهرمونات بتاعت الغدد المعنية الثلاثة دول زادوا عملوا فيدباك انهيبيشن على البيتيوتري وعلى الهايبوثالامس يبقى المشوار طويل، فنسميه لونج لوب فيدباك. أما لما الهرمونات بتاعت البيتيوتري تعمل انهيبيشن للريليسنج هرمونز اللي طالعين لها من الهايبوثالامس يسموا ده، شوف المشوار قصير بقى من البيتيوتري للهايبوثالامس، يسموها شورت لوب فيدباك. اما لو الهايبوثالاميك ريليسنج فاكتور قللوا روحهم يبقى حاجه زي الاوتوكراين اهي، يبقى ده يسموه شورت شورت اور الترا شورت فيدباك.
تمام؟ قلت مش هنعيد كتير، انت هتعيد الفيديو. يبقى لما يجي لك سؤال في باك ميكانيزم تقول وي هاف تو تايبس، نيجاتيف وبوزيتيف. والنيجاتيف ثلاث انواع: لونج لوب فيدباك اللي هو الغدد المعنيه على الرئاسه اللي هي البيتيوتري والهايبوثالامس، شورت لوب اللي هو البيتيوتري على الهايبوثالامس، الترا شورت او يسموها شورت دي اللي هي الهايبوثالامس على نفسه. ده النيجاتيف وده الاهم، وتقول وظيفته ان ده بيثبت بيفكس الاماونت اوف هرمون ان بلاد. والنوع الثاني اللي هو البوزيتيف فيدباك. تقل السؤال الاشهر بقى اللي هو الهايبوثالاميك كنترول. ازاي الهايبوثالامس تتحكم في الانتيرو بيتيوتري هرمونز؟ ان عشان الانتيرو بيتيوتري هرمونز السته اللي قلنا امبورتنت دول يطلعوا، لازم الهايبوثالامس لو عاوزه تطلعهم تطلع لهم ريليسينج هرمونز، او عاوزه توقفهم تطلع لهم انهيبيتنج هرمونز. يسموهم ايه بقى الهرمونات اللي طالعه من الهايبوثالامس من نيرفس سيستم وبيأثروا على الهايبوفيزس؟ يسموهم ايه استاذ تبقى عارفينه؟ يسموهم هايبوفيزيوتروفيك نيورو هرمونز. يعني تعالى ناخدها من الاخر الاول تفهمها كويس قوي. هرمونز بيطلعوا من النيرفس سيستم نيورو اللي هم الهايبوثالامس ليؤثروا على الهايبوفيزس، فيسموهم هايبوفيزيوتروبيك نيورو هرمونز. هايبوفيزيوتروبيك نيورو هرمونز تبقى عارفينه. طيب مع شقه مثل عشق النظام، احنا قلنا في الفيدباك هتجاوب ازاي نيجاتيف وبوزيتيف، والنيجاتيف ثلاث انواع. لو جالك سؤال هايبوثالامس في تصوري عشان تاخد الفول مار تتكلم في ستة نقاط كل نقطتين مع بعضها. أول نقطتين دول أهم نقطتين، إنك تقول مين اسم الريليسينج والإنهيبيتينج هرمونز اللي بيطلعوا من الهايبوثالامس. دول بقى عددهم افتح ودنك من فضلك. 6 هرمونز، هنا مش 6 امبورتنت، يعني في البيتيوتري قلت 6 امبورتنت، لأن في غيرهم بس دول مهمين، إنما هنا هم 6. 6 هايبوفيزيوتروبيك نيورو هرمونز. طيب ليه طريقه جميله جدا في تذكرهم يا ولاد. احنا قلنا قسمنا الخلايا الى بيزوفيليك واسيدوفيليك. التلاته بيزوفيليك اللي بيتحكموا في ثلاث غدد. طب الثايرويد كل يوم شغاله والادرينال كورتكس على طول شغاله والجونادز على طول شغاله، يبقى دول عاوزين ريليسينج. ادي خلصنا من ثلاثه. يبقى في ثايروتروبين ريليسينج هرمون، كورتيكوتروبين ريليسينج هرمون، جونادوتروبين ريليسينج هرمون. يعني مره اخرى يختفي وجه الممتحن واما يقول لك مين هم الهايبوثالاميك هرمونز اللي هم بنسميهم هايبوفيزيوتروبيك نيورو هرمونز، تقول له 6 بطلاقه كده كانك شايف الرسمه. الثايرويد عاوزه ثايروتروبين ريليسينج هرمون، والكورتكس كورتيكوتروبين ريليسينج هرمون، والجونادز جونادوتروبين ريليسينج هرمون. الصعوبة بقى في بتوع الاسيدوفيليك سيلز بتوع البيتيوتري طالعين من الهايبوثالامس وهيأثروا في الاسيدوفيليك اللي هي باللون الاحمر. حتى بقول بص لون احمر يعني خطر، دول التمهل فيهم. طب هتعرفهم ازاي؟ من منطق انه وراء الخلق خالق. اسأل روحك، هل الجروس هرمون ده اللي هو بيتحكم في الجروث، هل النمو عملية مستمرة بنفس المعدل طوال الحياة؟ الإجابة أنا سمع لا طبعا، بنمو بسرعة جدا في أول سنة وفي البيوبرتي، وبعد في الأدلت هود بيتوقف. عشان كده بما يدل على أنه وراء الخلق خالق، إن ربنا الجروث هرمون ده بقى لوحده عنده جروث هرمون ريليسينج هرمون لو عايزين يطلعه، وجروث هرمون انهيبيتينج هرمون لو عايزين يوقفه. يبقى فاضل لي البرولاكتين بتاع الرضاعة، وأسألك بما يدل على أنه وراء الخلق خالق، هل الرضاعة دي عمل أساسي موجود في كل البشر؟ لا طبعا، الميلز ما بيرضعوش خالص، وحتى الفيميلز في الفيرتيليتي بيريود في فترة الخصوبة بس بيرضعوا سنوات محدودة حسب عدد الأطفال. يبقى معظم الوقت البرولاكتين ما بيطلعش. يبقى شوف العظمة، فربنا خلى البرولاكتين بقى، البرولاكتين عنده انهيبيتنج هرمون بس، ما
ولما يقتضي الامر نطلعه نوقف البرولاكتين انهيبيتنج هرمون. شوف العظمه الالهيه دي. اول نقطه في السته مهمه جدا واطولهم، ان الهايبو فيزيوتروبيك نيورو هرمونز طالعين من الهايبوثالامس سته. هتقولهم ازاي؟ افتكر الازرق والاحمر. احمر خطا، الازرق عندي ثلاث غدد بيشتغلوا كل يوم، ثايرويد كورتكس اند جونادز، يبقى ثايروتروبين كورتيكوتروبين جونادوتروبين ريليسنج هرمونز، دول بطلاقه. نيجي بدول الاحمر خطر، تفكر الجروث مش عمليه مستمره، تبقى سريعه مش بنفس المعدل او تتوقف، يبقى في جروث هرمون ريليسنج هو الاهم، وجروث هرمون انهيبيتنج هرمون. البرولاكتين بتاع الرضاعه الاساس، مفيش رضاعه، الاساس مفيش رضاعه، يبقى برولاكتين انهيبيتنج هرمون. النقطه الثانيه للاوائل، ان الهرمونز دول مش سبيسيفيك اكشن. يعني الثايروتروبين ريليسنج هرمون اساسا بيطلع تي اس اتش، لكن كمان بيزود بس بنسبه ضئيله الجروث هرمون والبرولاكتين. يبقى اذا الاكشن نون سبيسيفيك في اوانيها، هبقول ليه ربنا خلى الاكشن نون سبيسيفيك، انما في عجاله انه بيطلع هرمونات متعلقه بالهرمون الاساسي يعني بيساعدوه. ما هو قلت بقى الخلق وراه خالق قوة عقل. يبقى اول نقطتين حفظناهم مع بعض من السته، تقول اسم السكس ريليسنج ان انهيبيتنج هرمون، هتقسمهم ثلاثه بيأثروا في البيزوفيليك وثلاثه في الاسيدوفيليك، ودول الصعبين وانهم نون سبيسيفيك. طيب النقطه الثانيه الثالثه والرابعه طالعين منين في الهايبوثالامس؟ هما الاكشن بيتعملوا من ميجا نيرونز، نيرونز كبيره، وبيطلعوا من التيرمينالز اللي جنب كابيلرز اللي الهرمون هيدخلوا الدم، موجوده في حته هي دي اللي بتيجي في الام اس كيو اسمها ميديان امينس، الحته اللي بتطلق الريليسنج انهيبيتنج هرمونز. اسمها ميديان امينس. واحد يقول لي هنساها، اقول لك ازاي تنساها؟ ده هي اسمها لو ترجمتها الى عربياتنا امينس يعني بارز، يقول لك فلان اذا امينم بيرسون، فهي طالعه من حته بارزه فكيف تنساها؟ طالعه من ميديان امينس. وبعدين توصل عن طريق اللي قلناه قبل كده هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. دي النقطة الثالثة والرابعة. النقطة الخامسة والسادسة تركيبهم ايه؟ الستة ريليسنج وانهيبيتنج هرمونز دول تركيبهم ايه؟ كلهم تركيبهم سمول بيبتايدز، واحنا عرفنا ما هي البيبتايد، من 2 ل 50 امينو اسيد يبقى ده بيبتايد، اكتر من 50 يبقى احتمالين، يا بولي بيبتايد يا بروتين. اكتر من 50 امينو اسيد وان تشين مفروده لينير تبقى بولي بيبتايد، اكتر من 50 لكن مور ذان وان تشينج وفولدد ملفوفه تبقى بروتين. ودي بقولها تاني، فدول تركيبهم سمول بيبتايد. خد بالك بقى تملي الاكسبشن، سؤال في الام اس كيو، ما عدا البرولاكتين انهيبيتنج هرمون ده تركيبه دوبامين. بس خد بالك مفيش اختلاف شديد لو انت ذكي، لان السمول بيبتايدز 2 ل 50 امينو اسيد، الدوبامين معمول من 1 امينو اسيد لان ده كاتيكولامينز اللي هو التيروزين، عشان كده هما الاثنين عندهم نفس المود اوف اكشن اللي هو ايه؟ لطالب ذكي يفكر كونهم سمول بيبتايد يعني يبقوا لايبوفوبيك، ما بيدوبوش في الليبيد، يبقوا مش هيدخلوا جوه الخليه، يبقى هيشتغلوا بنان جينوميك. طب في النان جينوميك انا كنا اتفقنا ان في تو كيميكال ترانسميترز هم الاهم، سيبك من تو اسف سكند ميسنجرز هم الاهم، اللي هم السايكليك ام بي ده الاساسي. الا اذا كان الموضوع محتاج كالسيوم، هيبقى الداي اسايل جليسرول والانيزيتول ترايفوسفيت. عاوز ناس فاهمه مش حافظه يا اولاد. طب هو الريليسنج هرمونز دول بيعملوا ايه؟ طلعوا البيتيوتري هرمونز اللي هم تركيبهم ايه البيتيوتري هرمون؟ يا جلايكوبروتين، 3 جلايكوبروتين و3 بولي بيبتايد. طب اي بروتين بيطلع من الخليه بايه؟ باكزوسيتوزيس التي تحتاج الى كالسيوم، يبقى لازم السكند ماسنجر بتاع الريليسنج انهيبيتنج هرمون يبقى حاجه لها علاقه بالكالسيوم اللي هو الداي اسايل جليسرول والانستول ترايفوسفيت. تاني قلت لكم البروتين والبولي بيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز اللي هم قصدهم دول كلهم سمول بيبتايدز ما عدا البرولاكتين انهيبيتنج دوبامين يعني كاتيكولامين، يشتغلوا نون جينوميك عارفينها، يشتغلوا
باربعة كيميكال ترانسميترز قلنا مش هنتعرض غير الاثنين طوال الكورس. الاساس هو السايكليك ام بي، الا اذا كان الموضوع محتاج كالسيوم، ومش هنحتاج كالسيوم غير في حاجتين، الكونتراكشن والاكسيتوزيس. هننتقل للتاني اللي هو الداي اسيل فيسرول انستول ترايفوسفين. هنا بقى انا عمليه طلوع الهرمونات دي بتتم بالاكسيتوزيس، اللي هم جلايكوبروتين اوف بوليبيبتايد، يبقى محتاجه كالسيوم، يبقى كان لازم الترانسميتر اللي الطالب فاهم يبقى الداي اسيل فيسرول انستول ترايفوسفين. دي يا اولاد الاجابه النموذجيه لواحد من اصعب الاسئله، الهايبوثالاميك كنترول اوف انتيوبيوتري مع شقه مثل عشق النظام، ست نقط. اول نقطتين تقول اسماء السكس ريليسنج وانهيبيتنج هرمونز، قلنا ثلاثه بيأثروا في البيزوفيليك وثلاثه بيأثروا في الاسيدوفيليك، ودول اللي عاوزين تمهم والاكشن بتاعهم. ثاني نقطه لان سبيسيفيك. النقطة الثالثة والرابعة طالعين من الميديان امينس وبينطلقوا عن طريق الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن، اللي هو فاسكولار كونكشن، ما هو هرمون لازم يدخل في فيسل عشان يبقى هرمون. بقى النقطة الخامسة والسادسة تركيبهم سمول بيبتايدز او كاتيكولامين اللي هو ما عدا واحد بس اللي هو بروتين انيبيتنج، ده سؤال مهم جدا، دوبامين، ودول هيشتغلوا نون جينوميك. يبقى الاختيار ما بين حاجة من اتنين لطالب فاهم قوي، يا سايكليك ام بي يا اما ضايق اسايل فيسرو انستول ترافسويت لو محتاج كالسيوم. هنا دول ريليسنج هرمون بيطلعوا الهرمونات بتاع البيتيوتري اللي هم بروتين وبوليبيبتايد، هيطلعوا بالاكسوسيتوزيس، يبقى عاوزين كالسيوم، يبقى لازم ضايق اسايل فيسرو انستول ترافسويت. طيب احنا عندنا تو هرمونز هندرسهم فقط في الانتيريو بيتيوتري، جروث هرمون والبرولاكتين. ثلاثة التانيين بقى بتوع الثيرويد والادرينال كورتكس والجونادز بنرجعهم للغدد المنادرة. نبتدي بالجروث هرمون. مقدمة من خمس كلمات كل واحدة فيها تصلح سؤال ام اس كيو. الكلمة الأولى إن الجروث هرمون لسه قايلين طالع من الأسيلوفيليك سيلز على وجه التحديد السوماتوتروبس. نه. تركيبه بوليبيبتايد. كانوا في ثلاثة بوليبيبتايد. جروث هرمون وبرولاكتين والاي سي تي اتش، فهو ده بولي بيبتايد 191 امينو اسيد. وبعدين النقطه الثالثه بيطلعوا امبالسز. احنا قلنا الهرمونات بتطلع يا كونتينوس يا اما في نبضات، فده بيطلع امبالسز. النقطه الرابعه ان الجروث هرمون عنده ريسبتورز غريبه جدا، ما هو طبعا هو ما بيدوبش لانه هو لايبوفوبيك لانه بولي بيبتايد، يبقى لازم الريسبتور يبقى على الاوتر بوردر اوف سيل ميمبرين، بس عنده خاصيه غريبه جدا. كل جراث هرمون موليكيل بيمسك في تو ريسبتورز، يعني الموليكيل الواحد من جراث هرمون يشغل تو ريسبتور، عشان كده يسموه هومو دايمر. مير يعني قطعه من اتنين شكل بعض، فيبقى هومو دايمرز. نقطه رابعه جراث هرمون ده بقى دي للاوائل، بالتركيب الكيميائي انه بولي بيبتايد، انه ما بيدوبش في الليبيد، يبقى لازم يشتغل نون جينوميك. بس هو اسمه جروث هرمون بيعمل جراث، يعني هيعمل فانسز، يبقى لازم يشتغل كمان جينوميك. فحتى الاوائل كنت علمتكم ان الهرمونات هتشتغل نون جينوميك يا جينوميك يا بوث. فالاوائل جروث هرمون من تركيبه بولي بيبتايد يبقى ما يقدرش يدخل، يبقى لازم يبقى نون جينوميك. طب من اسمه جروث هرمون هيعمل سينثيز بروتين، يبقى لازم يشتغل جينوميك. ازاي النون جينوميك؟ قلنا ازاي بينشط البروتينات بالفوسفوريليشن بواسطه كاينيز انزيم. مجموعه الكاينيز انزيمز اللي بيستخدمها جروث هرمون اسمها جينس فاميلي اوف كاينيز انزيم، فيسموها جاك. جاك. طيب ازاي هو ما دخلش جوه وهيأثر في الثنسز، يعني لازم يوصل الدي ان ايه؟ بعت مرسال سمول بروتين بيعمل له سيجنال ترانسدكشن، بينقل الاشاره من الجروث هرمون للنيوكليس عشان ياكتيفيت الترانسكريبشن. فشوف الاسم بقى جميل ازاي؟ سيجنال ترانسدكشن اند اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن ستات. احنا مش عاوزين منك غير انك لما نقول لك الجروث هرمون بيشتغل ازاي تقول بالجاك ستات ميكانيزم، تبقى حافظها صم بس فهم. هو بولي بيبتايد ما بيدوبش في الليبيد، يبقى مش هيدخل جوه السيل، يبقى لازم من بره نون جينوميك. ينشط يدوك اون ذا دور
ينشط كاينيز انزيم يعمل فوسفوريليشن البروتينز اللي جوه. المجموعه دي تنتمي للجينس فاميلي اوف كاينيزس فيسموها جاك. طب بس هو جروث هرمون لازم يعمل جروث، يعني لازم يعمل فينسس، يبقى لازم يبعت سيجنال للنيوكليس عشان يعمل فينس. فبعت السيجنال ده بينقل له الاشاره سيجنال ترانسدكشن، ويأكتيفيت عمليه الترانسكريبشن جوه النيوكليس فيسموه سيجنال ترانسدكشن اند اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن باسمها استات. السيجنال دي ما هي الا سمول بروتين بيروح للنيوكليس. يبقى اتعلمنا عن الجروث هرمون يا اولاد خمس كلمات، طالع من الاسيدوفيليك سيلز، سوماتوتروبس، بوليبيبتايد، بيطلع امبلسز الكلمه الثالثه، بيشتغل عن طريق ريسبتور هومودايمرز، وادي اول مثال بيشتغل بوث جينوميك اند نون جينوميك. دي كانت اللوحه الاولى واطول لوحه. انتقل للوحه الثانيه، اتكلم على الجروث هرمون فانكشن اند كنترول اوف جروث هرمون. Function and control. طيب انا عاوز اقول لكم حاجه يا ولاد، ان في الاندوكراين لا اذيع سرا والريبرودكشن بيجي فيهم هما الاثنين، في الاندوكراين والريبرودكشن ثلاث اسئله، سؤالين منهم function and control. يعني انا طالب ذكي ليله الامتحان عندي 14 هرمونز في الاندوكراين والريبرودكشن، قبل ما ذهني يتعب اذاكر الفانكشن كنترول بتاع ال 14 هرمونز دول عليهم سؤالين، وبقيه التو برانشز عليهم سؤال واحد اللي هم الاندوكراين والريبرودكشن. اول هرمون عشان عبال ما نتعود على بعض في الاكشن يبقى اصعب قليلا يا اولاد. فنيجي الجروث هرمون الفانكشن، هو بيسموه اسم تاني، هو بيكبر السوما الجسم فيسموه سوماتوتروفيك هرمون. يبقى ليه اسم جروث هرمون او سوما يعني جسم، تروفيك مغذي للجسم، يبقى سوماتوتروفيك هرمون. العبد ده عنده طريقه لطيفه في تذكر الفانكشن بتاع الهرمونز. تملي بقول يا اولاد اسمعني كويس، حتى لو انت مش مذاكر خلي عندك تشالنج، كل هرمون بيعمل عملين، عمل باين في اسمه وعمل مش باين في اسمه. يعني ده لازم نشوف الصوره الاول الكبيره قبل ما ندخل في التفصيلات. فالجروث هرمون من اسمه بيعمل جروث، وعشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين انابوليزم. ازاي هيعمل جروث من غير ما يعمل بناء للبروتين؟ وفي ذلك الجروث هرمون يشابه الانسولين، فيسموا التو اكشنز دول انسولين لايك. ده مش كده وبس يا اولاد، ده حقيقه الامر، هو مش يشابه الانسولين، هو ما يقدرش يعمل جروث الا لو طلع هرمون من الليبر زي الانسولين، هو اللي يعمل له العمل. عشان كده بنقول التو اكشنز دول انسولين لايك، تبقى فاهم في الام اس كيو، وفي نفس الوقت اندايركت، انه عشان يعمل جروث وبروتين انابوليزم لازم يستيميليت الليبر انها تطلع حاجه زي الانسولين. نجمع تجمعات جميله قوي يا اولاد جدا. في ثلاث هرمونات في اجسامنا فقط بتعمل انابوليزم، بتبني بترتيب الاهميه، الانسولين ثم الانسولين ثم الانسولين، ده نمره واحد، ثم الجروث هرمون نمره اثنين، ثم السكس هرمون تستوستيرون في الذكر او ايستروجين لو كنت انثى. هذه الثلاثه اللي بيعملوا انابوليزم، اهمهم مين؟ الانسولين. لدرجة ان الجروث هرمون صدق ولا تصدق عشان يعمل جروث ما بيعملش بنفسه، اندايركت بيستيميت الليفر تطلع مادة زي الانسولين، فسموا التو اكشن دول انسولين لايك او اندايركت. طيب لماذا خلق الله الجروث هرمون؟ يبقى اول حاجة باينة في اسمه انه بيعمل جروث وانابوليزم، التاني مش باين في اسمه، لكن بقولها بطريقة جميلة هتتذكرها، ان الجروث هرمون يا ولاد بيعيننا على الصيام. يعني ايه؟ انا عشان اصوم محتاج وقود للبدن اللي هو جلوكوز اللي هو الفري فاتي اسيدز، وقود للذهن اللي هو جلوكوز. طالما في جلوكوز وفي فري فاتي اسيد زي الفل، جلوكوز للقوى العقليه وفري فاتي اسيد للمصل القوى البدنيه. فالجلوكوز
والفات مين اللي بيزودهم في الدم الفري فاتي اسيد الجروث هرمون. ده تاني اكشن، ان الجروث هرمون بيزود الجلوكوز في الدم، وده مهم جدا. البرين ما يستخدمش الجلوكوز، ده اونلي فيول، الوقود الوحيد ده اونلي فيول يوزد باي ذا برين از جلوكوز، ويزود الفري فاتي اسيد اللي هي الميجر سبستريت للماسلز دورينج ريست. يبقى لهذا السبب خلق الله جروث هرمون. واحد باين في اسمه جروث هرمون بيعمل جروث وبروتين انابوليزم، ازاي؟ ان دايركت، عن طريق ماده هرمون زي الانسولين. الانسولين ده اهم واحد في الجروث، فعشان كده سموها انسولين لايك اكشنز. طب اما انه بيعيننا على الصيام يزود الجلوكوز والفري فاتي اسيدز لطالب ذكي، ده عكس الانسولين، لان لو خدت حقنه انسولين الجلوكوز بيقل في الدم والفري فاتي اسيد بتقل، فعشان كده سموا التو اكشنز دول انتي انسولين، ودول الجروث هرمون بيعملهم بنفسه دايركت، فيسموهم انتي انسولين او دايركت. ان ده واحد من اصعب الاسئله هنا يا اولاد، بيحبوا يجيبوا اسئله يشوفوا الناس فاهمه ولا لا. ما يقولكش فانكشن جروث هرمون، يقول لك قول لي الانسولين لايك، يعني ايه الاعمال اللي يشابه فيها الانسولين الجروث والبروتين انابوليزم، وايه الاعمال الانتي انسولين اللي يخالف الانسولين، ان هو بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد بينما الانسولين بتنقص الجلوكوز والفري فاتي اسيد. طيب انتقل للتفصيلات وهي سهله جدا. تدي ازاي الجروث هرمون بيعمل جروث وبروتين انابوليزم؟ قلنا اندايركت، انه بيستيميليت الليفر اساسا وانسجه اخرى واذر تيشوز الاوائل انها تطلع انسولين لايك جروث فاكتورز. حتى شوف الاختصار بتاعته بقى حافظه صم، انسولين لايك جروث فاكتورز. اهمهم احفظوا اسمه انسولين لايك جروث فاكتور 1 او سوماتوميدينز، وسيط السوماتوتروفيك هرمون. ميدين يعني وسيط، يبقى الجروث هرمون بيعمل جروث وبروتين انابوليزم مش بنفسه، اندايركت، بيستيميليت الليفر وانسجه اخرى انها تطلع سوماتوميدينز او انسولين لايك جروث فاكتورز. اهمهم الانسولين لايك جروث فاكتور 1 او السوماتوميدين سي. سؤال من اهم الاسئله في الام اس كيو، ليه قلنا ان الفاكتور ده انسولين لايك؟ لثلاث اسباب. واحد، تركيبه زي البرو انسولين. ما انا قلت لكم كل البروتين هرمونز بتتعمل كبري برو فبرو فالهرمون، فالانسولين بيتعمل كبري برو انسولين، برو انسولين هنبقى ناخدها في محاضره انسولين ثم انسولين، ده بقى تركيبه زي البرو انسولين. تاني حاجه، ليه قلنا ان هو انسولين لايك؟ لان الريسبتور بتاعته زي الانسولين. طب شوف الجايه بقى، دي مهمه جدا، الاكشن بتاعه على الكربوهيدرات والفات زي الانسولين مش زي الجروث هرمون. يعني احنا قلنا الانسولين بينقص الجلوكوز والفري فاتي اسيد، بينما الجروث هرمون بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد. واحد من اصعب الاسئله في الام اس كيو، اوعى تنساها ما حييت، برغم ان اسمه جروث هرمون انما بيعمل جروث وبروتين انابوليزم مش بنفسه، اندايركتلي، عن طريق انه يستيميليت التيشوز وخاصه الليفر انها تطلع حاجه زي الانسولين لايك جروث فاكتورز، سوماتوميدينز، وسائط السوماتوتروفيك هرمون، اهمهم السوماتوميدين سي اللي هو انسولين لايك جروث فاكتور 1. ومن اهم الاسئله في الام اس كيو، ليه قلنا عليه انه شجاك الانسولين؟ انه زي البرو انسولين نمره 1، بيشتغل على ريسبتور زي بتاعت انسولين نمره 2، صدق ولا تصدق الاكشن بتاعه الكربوهيدرات والفات زي الانسولين مش زي الجروث هرمون اللي بتطلعه. طيب نيجي على البروتين انابوليزم يا اولاد، عاوزك انا قلت لك في ثلاث هرمونات بيعملوا بروتين انابوليزم في جسمك، فاكرهم؟ انسولين ثم انسولين ثم انسولين ثم جروث هرمون ثم سكس هرمونز. في الثلاثة دول أعلمك أكل شيء، أنت عشان تعمل بروتين أنابوليزم لازم تعمل ثلاث حاجات. أنت هتبني بروتين إزاي حضرتك؟ من أمينو أسيد، يبقى لازم الهرمون يزود الترانسبورت أوف أمينو أسيد أكروس ذا سيل ميمبرين. طيب وبعدين لازم يبقى تعرف هتحط بأنهي ترتيب، بأنهي نوع، بأنهي عدد. يبقى لازم تعمل دي إن إيه ترانسكريبشن اللي هو جين إكسبريشن. طب والصورة اللي بتاخدها من الدي إن إيه اسمها إيه بقى؟ مسنجر ار ان اي. ادي ازاي نبني، يعني انا بوريك حاجات، قلت لك الهرمون ده هيبقى صعب شويه انه اول واحد، لكن كل ما اجي الانابوليك هرمون اقول لك قول انت ازاي نعمل بروتين انابوليزم، تقول لي ثلاث حاجات، هيزود الامينو اسيد ابتيك
او الترانسبورت اكروس ذا سيل ميمبرين دي وحدات البناء. طب هيرصصها ازاي؟ تبع اللي مكتوب في الدي ان ايه اللي هو جين اكسبريشن او دي ان ايه اكسبريشن، خلاص اللي هو الترانسكريبشن. طب هل احنا بيدونا الدي ان ايه؟ لا، بيدونا صوره منه اللي هو السكند ميسنجر او الميسنجر ار ان ايه. ده كان الاكشن اللي يجب انك تفتكره للجروث هرمون اللي هو اشتق منه اسمه جروث هرمون. ومن العجب العجاب برغم ان هو اسمه جروث هرمون الا ان الجروث والبروتين انابوليزم ده اندايركت اكشن، ما بيعملوش بنفسه، بيطلع الحاجه الاهم منه في الجروث والانابوليزم وهي انسولين لايك فاكتور. اندايركت اكشن وانسولين لايك، وافتكرها اي ان مع ان، انسولين لايك ده اندايركت. تاني وظيفه للجروث هرمون قلنا انه بيعيننا على الصيام يا ولاد. انا عشان اصوم يا ربي محتاج حاجتين، جلوكوز لمخي وفري فاتي اسيد لعضلاتي. هو بيديهم لك الاثنين، فعلى الكربوهيدرات بيزود الجلوكوز. طب ازاي؟ تعال نفكر طريقه ذكيه. عشان ازود اي سلعه في البلد لازم اعمل حاجتين، ازود الوارد ونقص الصادر. طب من اين يرد الجلوكوز؟ من مصادر ثلاث، الجلوكوز اللي بناخده في الاكل، ومن جوه في مصدرين، جلوكونيوجينيسيس تصنيع الجلوكوز من مصدر مهوش كربوهيدرات امينو اسيد مثلا، فيسموها جلوكو نيو يعني جديد، جينيسيس تخليق جديد للجلوكوز، او بتحطيم الجلايكوج اللي في الليفر بالجلايكوجينوليز. طالب ذكي ومصحصح قال لي انت قلت بيعنا على الصيام، قلت له اه، قال لي يعني ما باكلش، يبقى ما تقوليش بيزود الانتصار ابزوربشن الجلوكوز، ملوش دعوه بالاكل، هو بيزود الجلوكوز بدون اكل، يبقى ما قصدوش يزود غير الجلوكونيوجينسيس والجلايكوجينوليز. بقولها بطريقه جميله يا اولاد حتى البايو عاوز فيها. طب هو زود الجلوكوز لان ده اونلي فيول يوزد باي ذا برين، بس المسل والاديبوز تيشو ممكن تستخدم جلوكوز، واسهل لها تستخدم جلوكوز عن فري فاتي اسيد. فشوف الجروث هرمون ربنا قال له امنع المسل والاديبوز تيشو من انها تاخد هذا الجلوكوز، هذا جلوكوز مخصص للمخ. ازاي منع المسل انها تاخد الجلوكوز؟ بانه عمل انهبيشن للهكسوكاينيز انزيم. انت عشان المسل تحرق الجلوكوز لازم اول خطوه تحوله للجلوكوز 6 فوسفات، بمين؟ بالهكسوكاينيز. فهو بيعمل انهبيشن للهكسوكاينيز، يبقى المسل مش هتعرف تحول الجلوكوز للجلوكوز 6 فوسفات، يبقى ما تقدرش تقرب روحها على الجلوكوز. الجلوكوز ده بتاع الايه؟ البرين، بتاع القوى الذهنيه. ومنع الاديبوز سيلز انها تاخد الجلوكوز وتخزنه في صوره فات، شيء رائع. يعني يزود الوارد منين؟ من غير اكل، الجلوكونيجينسيس والجلايكوجينوليسيس، فزاد الجلوكوز لصالح البرين وقلل المسل والاديبوز سيلز. حذار تمدوا ايدكم على هذا الجلوكوز، هذا الجلوكوز برين. فانا بتخيل المسل والاديبوز سيلز قالوا طب واحنا ناكل ايه؟ قالوا ما تخافوش، ذا ميجور سبستريت فور ماسل ديورينج ريست هو الفري فاتي اسيدز. فهو في الفات بيعمل لايبوليسيس، يكسر الفات اللي في الجسم فيزود الفري فاتي اسيدز ويزود الجليسرول. ولما تحرق فري فاتي اسيد بدون كربوهيدرات يتكون كيتون بوديز، فعشان كده سموا الاكشن ده كيتوجينيك اكشن، يبقى بيعمل لايبوليسيس اند كيتوجينيك اكشن. لو زاد الجروث هرمون زي ما هناخد في الحالات اللي بيزيد فيها في العمالقه وهو بيزود السكر، يبقى يجيب لي سكر، ده بيتوجينيك. فشوف الانتي انسولينيك اكشن اللي هم الدايركت اللي بيعملها الجروث هرمون بنفسه فيها سجع اهو، على الكربوهيدرات بيزود الجلوكوز يبقى ده بيتوجينيك، وعلى الفات بيزود الفري فاتي اسيد، ومن ثم لما تتحرق من غير جلوكوز في المصل هتتحول لكيتون بوديز. اتعلم بايو، حرق الفات ما يديش كيتون بوديز، يدي كيتون بوديز فقط في غيبه الجلوكوز. لما احنا الوضع اهو، هو زود الجلوكوز للبريه ما زودوش للمصل، وقال للمصل انت احرقي فري فاتي اسيد واوعي تمد ايدك على الجلوكوز. هذا هو الوسط الامثل لتكوين الكيتون بوديز. فيبقى على الفات كيتوجينيك ولايبوليس. عاوز اوريك حاجه جميله في من اللوحه الخامسه، حاجه جميله جميله علمتها لاجيال، حب التجمعات قوي يا اولاد. بص معايا، انا كده احفظك
نص الاكشن بتاع الهرمونات. الهرمونات بتشتغل قلنا على كربوهيدرات والفات. علمتها العجال فبقول لهم الاتي، ان الانسولين زي الفريك ما يحبش الشريك، يعني اللي يعملوا الانسولين على الكربوهيدرات والفات لا يوازيه هرمون اخر. طب الانسولين بيعرف ايه؟ انت لو حفظت الانسولين تعرف بقيه الهرمونات بتعمل ايه على الكربوهيدرات والفات. انسولين لو اديت لك حقنه انسولين بيحصل ايه في الجلوكوز ليفل في البلد؟ طالب يقول لي هايبوجلايسيميا. يبقى بقيه الهرمونات تعمل هايبرجلايسيميا، ادي الكربوهيدرات. نيجي على الفات، الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، بيكسر الفات في جسمنا، يعمل لايبوجينيس، وبالتالي ادام الفري فاتي اسيد اتحولت لليبيد يبقى مش هتتحرق، يبقى ما يتكونش كيتون بوديز اللي هو ان فورم اوف اسيدوزيس كيتوزيس، يبقى هو انتي كيتوجينيك. ده انا اهو حفظتك نص الاكشن بتاع الانسولين اللي هنجيله اخر هرمون. يبقى الانسولين على الكربوهيدرات هايبرجلايسيميا، يزود هايبرجلايسيميا، ينقص الجلوكوز، بقيه الهرمونات هايبرجلايسيميا. الانسولين هو الوحيد اللي بيتخن لايبوجينيسيس، ياخد الفري فاتي اسيد يحولها لفات، وبالتالي ما تحرقش فما تكونش كيتون بوديز، يبقى انتي كيتوجينيك. بقيه الهرمونات بالعكس لايبوليسيس، تكسر الليبيد، تزود فري فاتي اسيد وتحرقها فيتكون كيتون بوديز. طالب قال لي ما تحكي لنا قصه في عجاله كده تفكرنا بالكلام ده. قلت له اول راجل في امريكا كان بيعمل، قال لك عاوز تخس، عمل برنامج كده للخسيه جميل قوي، عاوز تخس كان بياخد 800 دولار من الشخص عشان يقول له الكلمتين دول. من هو الهرمون الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، تكوين للليبيد وبالتالي تخن؟ الانسولين. يبقى حضرتك كل ما بدا ليك من اكل بس تفادى الاكل اللي بيطلع الانسولين عمرك ما تدخل. مين الاكل اللي بيطلع الانسولين؟ كربوهيدرات. فقال لك كل دهون وبروتين زي ما انت عاوز، بس اوعى تقلب الكربوهيدرات، العيش والرز والبطاطس والمكرونه اللي تشبع بيها. طالما ما اكلتش كربوهيدرات، ما اكلتش جلوكوز، مش هيطلع انسولين، مش هتتخن، لان الانسولين بقولها يا اولاد هو الهرمون الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس. الباقيين بيعملوا لايبوليس. فدي تجميعه رائعه يا اولاد، رائعه، تبقوا عارفينها. نرجع تاني موضوعنا. يبقى قلنا درة هذه المحاضرة الاكشن كنترول جروث هرمون. احنا قلنا الاكشن، لماذا خلق الله جروث هرمون؟ سبب واضح في اسمه، يعمل جروث وبروتين انابوليزم، وفي ذلك يشابه الانسان. ليه ده؟ هو عشان يعمله بيعمله اندايركتلي، بيطلع من الكبد والتيشوز الثانية حاجة تشابه الانسان، وسيط السوماتوتروفيك هرمون اسمه سوماتوميدين او انسولين لايك جروث فاكتورز. اهمهم سوماتوميدين سي اللي هو انسولين لايك جروث فاكتور 1. واكشن تاني لا يشابه فيه الانسولين، عكس الانسولين. ما احنا قلنا الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريك، ما يحبش الشريك. اللي يعملوا الانسولين على الكربوهيدرات والفات ما يعملوش اي هرمون تاني. فانت بسهوله شديده في الامتحان تقول انسولين بيعمل ايه على الكربوهيدرات؟ بينقص الجلوكوز. يبقى الباقيين كلهم دايبيتوجينيك، يزودوا الجلوكوز. الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، وبالتالي يمنع تكوين الكيتون بوديز، لان الفري فاتي اسيد ما اتحرقتش. يبقى الباقيين كلهم يعملوا لايبوليسيس وكيتوجينيك. حتى قلنا الانتي انسولين اكشن اللي هو الدايركت اكشن جروث هرمون اللي بيعمله بنفسه، عكس الانسولين، انتي انسولين، دايبيتوجينيك اند كيتوجينيك. طيب بقيت السؤال كنترول، الكنترول اوف جروث هرمون. تعال نشوف ازاي نقول الكنترول بتاع الجروث هرمون. انا عايز اعلمك حاجات لطيفه يا ولاد. اي هرمون طالع من البيتيوتري، الجمله رقم واحد لازم تقول علاقته ايه بالبيتيوتري. ده طالع من البيتيوتري لازم تقول لي اسف علاقته ايه بالهايبوثالاموس. هل هو له ريليسنج ولا له انهيبيتنج ولا له الاثنين؟ اظن انت لسه فاكر. دي اول جمله ما ينفعش تبتدي بغيرها. اي هرمون من الانتيرو بيتيوتري تقول علاقته بالهايبوثالاموس. جروث هرمون كان هو الوحيد اللي عنده جروث هرمون ريليسنج هرمون وجروث هرمون انهيبيتنج هرمون. حتى المور امبورتنت في الام اس كيو هو جروث هرمون ريليسنج هرمون، ده المور امبورتنت. فده هنقوله اول حاجه بتزود، والتاني هنقوله اول حاجه بتنقص. طب خد بالك بقى، الجروث هرمون انهيبيتنج هرمون ده بيسموه ايه؟
سوماتوستاتين يعني الهرمون اللي بيوقف سوماتوتروفيك هرمون، سوماتو ستاتين ستاتيك يعني موقف. وعليه ما تلخبطش في الام اس كيو، في ثلاثة سوماتو. الجروث هرمون نفسه اسمه سوماتوتروفيك هرمون اللي بيغذي السوما. الوسيط بتاعه اللي بيطلع من الكبد عشان يعمل جروث اسمه سوماتوميدين. اللي بيطلع له من الهايبوثالاموس عشان يوقفه ما يطلعش من بيتوتري اسمه سوماتوستاتين. يبقى الجروث هرمون نفسه سوماتوتروفيك هرمون، الوسيط اللي عن طريقه هيعمل جروث اللي بيطلع من الكبد اسمه سوماتوميدين، ميدين يعني وسيط، واللي بيوقفه من الهايبوثالاموس اسمه سوماتوستاتين. طيب نكمل ناخد بقية الليستة. نمرة 2، فكر بذكاء يا ولاد. احنا بنقول انه الجروث هرمون بيعمل ايه؟ بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيدز. يبقى تعال نفكر، يبقى الجروث هرمون بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد، جلوكوز للذهن والفري فاتي اسيد للبدن. يبقى اذا امتى المفروض يطلع؟ لو لقى الجلوكوز والفري فاتي اسيد نقصوا، ده تاني حاجه، فيطلع عشان نزودهم، لان ده غذاء اللي بيعنا على الصيام البدن والذهن. لو جاب لك في الام اس كيو يبقى بيطلع بالهايبوجلايسيميا، ما هي نقص الجلوكوز يعني هايبوجلايسيميا، حتى يسموها ساعات يعرفوها ازاي، حقنوا انسولين فالجلوكوز قل فلقوا جروث هرمون طلع، فيسموها انسولين بروديوسد هايبوجلايسيميا او هايبوجلايسيميا انديوسد باي انسولين. يا هي ما مش لما يغير لك الكلمه انت حافظ لست، بيطلع بنقص الجلوكوز والفري فاتي اسيد اللي بتحصل لما احقن انسولين، يعني انسولين انديوسد هايبوجلايسيميا. طب هو بيعمل ايه في الامينو اسيد دي؟ صعبه، احنا قلنا بياخد امينو اسيد يدخلها جوه الخليه يبني بيها. يبقى امتى المفروض يطلع؟ اول ما يلاقي الامينو اسيد زادت بقى بالعكس عشان ياخدها يبني بيها. يبقى زياده الامينو اسيد سبيشال ارجينين، يبقى ده علاقته بالمواد الغذائيه، هو بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد يبقى يطلع لما ينقصه. هو بياخد الامينو اسيد يبني بيها يبقى بينقص الامينو اسيد يبقى يطلع لما الامينو اسيد يزيد. واكثر امينو اسيد بيطلعه اسمه ارجينين، وخد بالك هو ده اهم امينو اسيد اللي عنده ذاكره في الاخر، بيطلع الانسولين برضه. طيب نمره 3 و4، طب ما هو الجلوكوز والفري فاتي اسيد بتنقص في حالات ايه يا اولاد؟ الاسترفيشن، المجاعات والفاستنج. طيب يبقى حلو. نمرة 4، سليب، الجروث هرمون بيطلع وانت نايم. قلنا البيتيوتري غدة مسائية، وعاوز اثبت لك انه وراء الخلق خالق. هو الهرمون ده بيخلي الطفل ينمو. اسهل الطفل ينمو وهو واقف، هيبقى عكس الجرافيتي، اسهل وهو نايم. فعشان كده الجروث هرمون wasted no time، أول ما الطفل ينام يروح طالع الجروث هرمون عشان يخليه يطلع، يبقى بيطلع بالسليب. شوف العظمة، عشان ما بقاش ضد الجرافيتي. وبعدين بعد كده بيطلع بإيه تاني؟ في اس بعدها الاستريس. أعلمك حاجة جميلة، كل الهرمونات بتطلع بالاستريس. يعني لما ربنا ما يفتحش عليك في حاجة والمتحد قال لك إيه اللي بيطلع الهرمون ده، تقول له الاستريس. طب بس الاستريس في هرمون بيختلف عن هرمون. الجلوكوز بيزود الجلوكوز والجروث هرمون بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد، بيطلع مع الاكسرسايز، ويطلع لو في تروما عشان خاطر بيساعد البناء، يبقى مش اي ستريس. وبعدين نشوف العظمه، لقينا ان الايستروجين اللي هو السكس هرمون ايستروجين النسوي بيزود الجروث هرمون. عايزك تفكر فيها ليه؟ مش انا قلت ان السكس هرمون دول بيبقوا انابوليك؟ طب الهرمونات اللي زي بعض يا اولاد، الجروث هرمون انابوليك والايستروجين انابوليك، يبقى الاجونست اللي هما زي بعض يطلعوا بعض، الانتاجونست يقللوا بعض. يبقى دي الحاجات اللي بتطلع الجروث هرمون. تعال نقولها تاني، الاول تقول علاقته بالهايبوثالاموس، عنده جروث هرمون ريليسنج هرمون. طب نمره 2، المواد الغذائيه، هو بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد، يبقى يطلع لما الجلوكوز والفري فاتي اسيد ينقص. هو بياخد الامينو اسيد للخليه يبني نفسه بيها، يبقى يطلع لما يلاقي فيه امينو اسيد، بالعكس لما الامينو اسيد يزيد. دي نمره 2. وبعدين 4 بحرف الاس، جلوكوز والفري فاتي اسيد هينقصوا بالستارفيشن والفاستنج، ادي اول اس. وبعدين بيطلع
بالسليب ادي تاني اس قلنا ليه عشان النمو وانت نايم احسن من وانت واقف بيطلع بالستريسز في حالات الاكسرسايز والتروما ادي تالت اس بيطلع بالسكس هرمون زي الايستروجين طب ايه اللي بينقص بقى الجروث هرمون تعال نبص مع بعض هنا دي سهل العكس جروث هرمون انهيبيتنج هرمون اللي هو سوماتوستاتين او بالعكس لو لقت جلوكوز والفري فاتي اسيد زايده يبقى يطلع ليه ما هم زايدين هو بيزودهم لقاهم زايدين طب هم بيزيدوا في حالات ايه نمره 3 الاوبيستي طب نمره 4 لو حقنتك باكسوجينس جروث هرمون يعني انا حديتك من بره جروث هرمون فيوقف الجروث هرمون من جوه بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم تمام وبعدين شوف اللي بعدها اخر واحده بقى نمره 5 الجلوكوكورتيكويدز اصل الجلوكوكورتيكويدز دي يا اولاد كاتابوليك ده اهم انابوليك كاتابوليك هرمون في الجسم اهم هرمون بيكسر هو الجلوكوكورتيكويدز الكورتيزون فهنا ده عكس جروث هرمون لا يستقيم بما يدل على انه وراء الخلق خالق ان يتواجد هرمون وعكسه جروث هرمون بيبني الكورتيزول اللي هو جلوكوكورتيكويدز بيهد يبقى لو في جلوكوكورتيكويدز يبقى انت عاوز هدد يبقى ده يوقف الجروث هرمون كنا نسينا نقول حاجه بسيطه في الفانكشنز يا اولاد ان في الجروث بنقول ان الجروث هرمون مهم للجروث اوف بونز وسوفت تيشو البونز ازاي بتنمو الاول وانت طفل بيحصل لك لينير جروث بتطول عن طريق الابيفيزيال كارتلج طب وبعد ما توصل ادلت هود والعظم بيلحم الجروث هرمون بيزود اللاترال جروث الثيكنينج بس يبقى وانت قبل البيوبرتي لينير بعد البيوبرتي لاترال اللي هو الثيكنس طب ازاي بيعمل اللينير كلنا عارفينها البونز بتنمو من الابيفيزيال كارتلج يبقى هو لازم يخلق كارتلج كوندرو جينيتيك تخليق الكارتلج عن طريق خلايا اسمها كوندروسايتس طب وازاي هيعمل اللاترال الجروث اللي هو الثيكنينج عن طريق ان هو بيعمل ايه الاوستيوبلاس بيخليها تكون بون اوستيوجينيك يبقى اوستيوجينيك عن طريق الاوستيوبلاس الخلايا المخلقه ده أول هرمون أنا عارف بيبقى صعب الشغلات تعال نقوله تاني في عجالة إن الجروث هرمون بنسأل روحنا لماذا خلق الله الجروث هرمون لسببين سبب واضح في اسمه إن هو بيعمل جروث وعشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين أنابوليزم إزاي إندايركت عن طريق إنه بيطلع من التيشوز خاصة الكبد مادة زي الإنسولين اسمها سوماتوميدينز او انسولين لايك جروث فاكتورز تمام يبقى دور الاكشن اللي يماثل فيها الانسولين طب وتاني حاجه بيعن على الصيام بيزود الجلوكوز للبرين ويزود الفري فاتي اسيدز للماسلز يزود الجلوكوز يبقى لو زاد قوي هيحصل دايابيتس يسموها دايابيتوجينيك اكشن قلنا بيزود الوارد وينقص الصادر لانه مزوده للبرين مش للماسل اديبوس تيشو شوف الروعه وبعدين على الفات قال لهم ما تزعلوش المصل انا هجيب لكم فري فاتي اسيد بيعمل لايبوليسيس يزود فري فاتي اسيد لما تتحرق في غابه الجلوكوز تدي كيتون باديز يبقى هو كيتوجينيك يبقى هنا دايابيتوجينيك وكيتوجينيك دول بيعملهم بنفسه دايركت اكشن انتي انسولين ثم بقيت السؤال خدنا الفاكتورز يا اولاد قلنا الفاكتورز كالآتي ايه اللي يزود وايه اللي ينقص اول حاجه لازم تبتدي علاقته بالهايبوثالامس ده الوحيد اللي عنده ريليسنج وانهيبيتي بقى نمره 2 تقول انه هو بيزود الجلوكوز الفري فات اسيد بيطلع لما ينقصه هو بياخد الامينو اسيد يحطها للسيلز بيطلع لما يلاقي في امينو اسيد كتير في الدم سبيشال ارجينين والاربعه اس ستارفيشن وفاستنج وسليب عشان النمو احسن وانت نايم وستريس خاصه الاكسرسايز والتروما وبالسكس هرمون الايستروجين لانه انابوليك زيه والعكس بينقص بالجروث هرمون انهيبيتنج هرمون اللي هو السوماتوميدين لو الجلوكوز الفري فات اسيد زايدين كما في الاوبيستي لما 3 ولو اديت اكسوجينس جروث هرمون بالنيجاتيف فيدباك ولو في هرمون بعكسه كاتابوليك اللي هو جلوكوكورتيكويدز دي الحته الصعبه يا اولاد في المحاضره نيجي للجزء اللطيف في المحاضره هيا بنا الى بلاد الاقزام والعمالقه ناخد لو جروث هرمون قل هيحصل تقزم زاد هيحصل عملاقه فهيا بنا الاول الى بلاد الاقزام الاول عاوز اقول لكم حاجه الديس اوردر بتاع اي هرمون يا اولاد نتفق مع بعض هياخد شكلين
يا هايبو يا هايبر، لا ينقص يزيد. لو نقص الجروث هرمون راح ده بقى صاير، يبقى هيحصل الطالب نفسه يقول دوارفيزم. دوارف يعني قزم، ايزم يعني مرض. تعلم ترمينولوجي للاوائل ما يقولوش كده، لان في مليون نوع من التقزم. التقزم بسبب نقص الجروث هرمون اللي طالع من البيتيوتري بيسموه بيتيوتري دوارفيزم. يبقى لما يقول لك نقص الجروث هرمون للاوائل يعمل ايه؟ ما يعملش دوارفيزم، بيعمل دوارفيزم اه بس نوع من الدوارفيزم بسبب الجروث هرمون اسمه بيتيوتري دوارفيزم. طيب تعالوا اقول لكم اسباب التقزم بقى. هنقول الكوزس والمانيفستيشنز، وبقولها بطريقه مرتبه جدا وجميله جدا يا اولاد. بحب نفكر. اول عاوز اقول لكم معلومه جميله قوي، مش احنا قلنا ايد لوحدها ما تسقفش؟ يعني الهرمون انكتيف، الريسبتور انكتيف، الهرمون ريسبتور كومبلكس هي الاكتيف. يبقى من غير ما تبقى مذاكر، من غير ما تبقى مذاكر، اي هايبو فانكشن هتنتج يا من نقص الهرمون يا من نقص الريسبتور. وهنديك نمر مع انك ما كتبتش غير معلومه عامه. وما عشق مثل عشق النظام. تعال نشوف الاسباب الاربعه للبيتيوتري دوارفيزم، خدها بالترتيب. الهايبوثالاموس بتطلع جروث هرمون ريليسينج هرمون، فالبيتيوتري تستجيب تطلع جروث هرمون، فالليفر يستجيب يطلع سوماتوميدين اللي هو هرمون زي الانسولين، اسمه انسولين لايك جروث فاكتور 1، فده يشتغل على الريسبتور يخلي الشخص يطول. يبقى قول لي بقى، تتخيل من الرسمه البسيطه دي بذكاء في كم سبب للتقزم؟ طالب قال اربعه. الهايبوثالاموس بالترتيب ما بتطلعش جروث هرمون ريليسينج هرمون، نمره واحد. او البيتيوتري ما بتطلعش جروث هرمون، وهنا النقص ممكن يبقى كوانتيتيف في كميه الجروث هرمون او كواليتيتيف. يعني جروث هرمون مين اكتف، لانه الجروث هرمون ده اولاد 191 امينو اسيد لازم بترتيب معين عشان يبقوا اكتف، لدرجه ان البيتيوتري السليمه بتطلع 75% بس رصهم صح اكتف، ونورمال كل واحد نورمال فينا عنده 25% اكتف، لو اكتر من كده يتقزم. او الليفر ما بتطلعش انسولين لايك جروث فاكتور 1، ما هو ده، ما هو الجروث هرمون ما يعملش جروث بنفسه عن طريق انسولين لايك جروث فاكتور 1، وده يسموه يا اولاد ايه ده؟ لورين ليفي دورف. ليفي ده طبعا يهودي، يعني انت عارف اشهر بنطلونات في العالم اللي هي الجينز اللي بيلبسها العالم كله اللي عملها ليفي، وبنسموها ليفايس. انا عاوز احكي لكم قصه لطيفه على لورين ليفي دورفيزم، ازاي اكتشفوا دي؟ هنحكيها. يبقى لورين ليفي دورفيزم دي سببها نقص الانسول لايك جروث فاكتور 1. طب نيجي النوع الرابع بقى، ده اللي هحكي عليه القصه اسف، اللي هو لارون دورفيزم. ده برضو يهودي. لارون دورفيزم ده بسبب نقص الريسبتور، مفيش ريسبتورز زي ما قلنا، ما هو يا الهرمون يا ريسبتور. قصه لطيفه على لارون ده، هما الاثنين دول يهود خلاص، لارون ولورين. لارون ده خد جائزه نوبل في اللي هقوله دلوقتي. اكتشف ان في اكوادور في عايش مجموعه من اليهود، الاكوادور دي في ساوث امريكا جنبينا هنا ورانا. لقى، انت عارفين اليهود يا اولاد ما يتجوزوش غير من بعض، حتى هي ديانه مغلقه يعني ما تقبلش دخول حد فيها، هم مغلقين على نفسهم، يتجوزوا من بعض جوه مع بعض بس. فلقى ان في نوع من التقزم موجوده في العائلات اللي عايشه في الاكوادور دول، عدد اللارون ده في العالم 100 بس. فقال خلاص يبقى اذا في تقزم يبقى الجروث هرمون ناقص. دور على الجروث هرمون لقى كميته زايده جدا. يا نهار ابيض، زايده والشخص قزم. فده لاول مره يكتشفوا بقى ان ممكن الهايبو فانكشن تحدث بسبب نقص الريسبتور، وخد فيها جائزه نوبل. من الحقائق الطريفة بقولها للزملاء الأصغر سنا عن هذا اللارون اللي ما فيش منه غير 100 في العالم، شوية منهم في إكوادور وشوية في إسرائيل، إنه سربرايزنج ما نعرفش ليه، يعني ربنا قدام حاجة وحشة إنهم أقزام. وعلى فكرة المرض ده أوتوزومال ريسيسيف، ريسيسيف متنحي، لكن لأنهم بيتجوزوا من بعض بيبان. اليهود دول
اللي عندهم هذا التقزم ما بيجيلهمش كانسر فيعيشوا طويلا، وما بيجيلهمش تايب 2 دايابيتس ميليتس لان عندهم زياده ما نفهمش ليه للسنسيتيفيتي تو انسولين، فعمر السكر ما بيعلى عندهم. فحتى اقولها كده بطريقه لطيفه، هم قصيرين بس عمرهم طويل، لا يجيلهم كانسر ولا يجيلهم تايب 2 دايابيتس ميليتس. خد جائزه نوبل لارون في انه قال ان ممكن الهايبو فانكشن تكون بسبب نقص الريسبتور، بدليل هنا جروث هرمون عالي. يبقى كام سبب البيتيوتري دورفيزم؟ حب النظام يا اولاد، اربعه، اثنين هايبوثالاموس وبيتيوتري تحفظه، واثنين يهود. لورين ليفي دورف اللي هو الانسولين لايك جروث فاكتور 1 مش موجود بتاع الليفر، ولارون سندروم اللي هو الريسبتور مش موجوده، وبالعكس جروث هرمون في الحاله دي في الام اس كيو بيبقى عالي جدا، وخد جائزه نوبل فيها. وقلنا بيعيشوا طويلا، دي مش عليك بس بقولها للزملاء عشان نثري المحاضره، ما بيجيلهمش كانسر ولا يجيلهم تايب 2 دايابيتس ميليتس. طب نيجي المانيفستيشنز بقى، ظواهر الدورفيزم، انا بقولها برضه بطريقه جميله خالص. هتكلم على انماط النمو الثلاثه، فيزيكال ومنتال وسكشوال، النمو البدني والعقلي والجنسي، كل واحده من الثلاثه فيها حاجه طبيعيه وحاجه مش طبيعيه عشان يبقى الحفظ سهل. تدي فيزيكال البدني اهم حاجه، ايه اللي مش طبيعي؟ انه ما عندوش جروث هرمون او ما فيش ريسبتور يبقى دورف. طب ايه اللي طبيعي فيه؟ انه لحد سن 4 سنين نمو هذا الطفل نورمال خالص، يو كان نوت انتسيبيت ان هيحصل له تقزم، يعني ما تجيش لطفل صغير في الحجم عنده سنتين وتقول ده هيبقى قز، ده عبط، لان لحد 4 سنين بيبقى نمو طبيعي. وهذا النوع من التقزم يا اولاد بيبقى proportional، يعني في تجانس، بمعنى افهمكم يعني ايه تجانس. بص معاك، مفروض ان الشخص الطبيعي الهايت يعني من قمه الراس الاخمص القدم اللي هي باللون الاحمر تبقى قد السبان، السبان يعني لو فرد ايديه يبقوا بالظبط قد الهايت. نمره 2، مفروض من قمه الراس لحد الارتقاء العاني هنا يبقى قد من الارتقاء العاني للقدم. فاكشوالي الناس اللي عندهم دورفيزم دول بيبقوا صغيرين بس النسب ثابته، ان طوله الهايت قد السبان، والمسافه من قمه الراس للسيمفيس بيوبز الارتقاء العاني زي من الارتقاء العاني للقلب، فبيبقى بروبورشن. يبقى ايه اللي في الفيزيكال ابنورمال؟ انه دورف قصير. طب وايه اللي نورمال؟ انه لحد سن 4 سنين بيبقى نورمال وبروبورشن، وبروبورشن حتى بعد سن 4 سنين. تمام؟ انا متهيألي جايب لكم صوره هوريها لكم. طيب ننتقل منتلي، الاقزام بيبقوا منتلي نورمال. حتى يقول لك كل قصير مكير، لكن طبعا لانه قصير بيبقى عنده سايكولوجيكال ديستربنس. اهي صوره للاقزام، بس انتوا عارفينهم يعني مش محتاج اوريكم صوره، انما هي ما فيش مانع نبص عليها. طيب يبقى هنا اللي نورمال المنتلي نورمال، انما الابنورمال انه بسبب انه قزم عنده اضطراب سايكولوجيكال. طيب نيجي سيكشوال، سيكشوال اقزام نورمال، قزم اللي هو عنده نقص في جروث هرمون بس يبقى نورمال، لكن سيكشوالي عنده ديليد بيوبرتي، يعني البيوبرتي متاخره شويه. طالب يقول لي ليه؟ ما تقولها انت، مش انا قلت ان الجروث هرمون انابوليك والسكس هرمون انابوليك، يعني هما الاثنين اجونيستس بيساعدوا بعض، فنقص الجروث هرمون هينقص شويه السكس هرمونز فيتاخر البيوبرتي. يبقى طريقه جميله هي يا اولاد. يبقى لما يجي لك سؤال نقص الجروث هرمون يعمل ايه؟ الطالب الممتاز ما يقولش دورفيزم، يقول بيتيوتري دورفيزم، ويقول 4 اسباب و6 مانيفستيشن ومع شق انسداد عشق النظام. اسباب 2 و2، يا نقص الجروث هرمون ريليسنج هرمون او نقص الجروث هرمون، واثنين يهود. لورين ليفي اللي هو نقص الانسولين لايك جروث فاكتور 1، ولوران اللي هو نقص الريسبتور في الحاله دي جروث هرمون عالي جدا وخد جائزه نوبل، وقلنا ما بيجيلهمش كانسر ما بيجيلهمش تايب 2 دايابيتس ميليتس. طب المانيفستيشن 6 قلتها لك بطريقه جميله خالص، حب النظام قوي يا اولاد، فيزيكال ومنتال وسكشن، يبقى 3 فيها حاجه نورمال وحاجه اب نورمال، يبقى 2 في 3 ب 6. كل واحد يقول ايه النورمال وايه اب نورمال؟ دورف بس لحد سن 4 سنين مفيش تقزم، وبعد كده حتى بروبورشنال متناسق. منتالي نورمال بس مضطرب سيكولوجيا. سيكشوالي نورمال بس البيوبرتي متاخره.
طيب سؤال مهم جدا الولاد يقول لك other causes of dwarfism، هل في اسباب تانية للدورفيزم غير نقص الجروث هرمون؟ اه طبعا في، في اسباب كتير قوي لا تحصى، منها جينيتك منها نيوتريشنال اكل، بس احنا اهتمينا بثلاث انواع. في حاجه يا ولاد اسمها بيتيوتري انفانتيليزم، ده سؤال شافه مهم، اللي هو شخص عنده نقص الجروث هرمون وبالتالي دورف دورفيزم، بس معاها نقص في الجونادوتروبينز فعنده هايبوجوناديزم. يعني البيتيوتري انفانتيليزم عباره عن حاجتين، دوارفيزم بلس هايبوجوناديزم، نقص في الجروث هرمون ونقص في جونادوتروبينز. طب ليه سموها انفانتيليزم؟ تخيل انت شخص جسمه صغير دورف وما عندوش الجونادوتروبينز وعليه ما عندوش سكس هرمونز وعليه بقى ما فيش مظاهر الرجوله مثلا في الرجل اللي هي الشنب والدقن والعضلات والصوت التخين والصلع، ما فيش كلام، فهو كمثل الانفانت حجما ومظهرا، عشان كده سموها بيتيوتري انفانتيزم. انا احب اقول لكم معلومه جميله في الحته دي يا اولاد عن بيتيوتري انفانتيزم. مين اكتر في الدنيا؟ معلش بس احبك تعرفها، فكر فيها، حتى لان النسبه تثبت ان وراء الخلق خالق. الانفانتيليزم اللي هو الاقزام اللي ما بيخلفوش ثلثين، انما الاقزام اللي بيخلفوا 1/3 بس. هتقول لي دي تثبت ازاي ان وراء الخلق خالق؟ هو التقزم ده حاجه حلوه، يعني الناس القصيرين حلو ان الدنيا تتملي قصيرين، فربنا خلى الاقزام ثلثينهم ما يخلفوش، دورفيزم معاه هايبوجوناديزم يسموهم بيتيوتري انفانتيليزم. واحكي لكم قصه. عارفين فيلم طاقيه الاخفاء بتاع عبد المنعم ابراهيم؟ كان معاه في الفيلم اخوه اسمه فصيح، اللي هو الولد الصغير ده اللي كلكم افتكرتوا ان هو طفل. عارف فصيح ده مثل هذا الفيلم، كان اسمه احمد فرحات وعنده 28 سنه، بس ده بقى مش بيتيوتري دورفيزم عادي، ده انفانتيليزم دورفيزم معاه هايبوجوناديزم، مفيش اي مظاهر رجوله فيبدو ان هو طفل، ده معظم الحالات. طيب نيجي اللي بعدها، في نوع ألعن بقى من ذلك اللي هو الكريتينيزم. لو طفل اتولد بدون غدة درقية أو بغدة درقية ما بتشتغلش، في ديفكت في الأكشن بتاعها. الغدة الدرقية مهمة للنمو البدني والجنسي والذهني، فيحصل ثلاث حاجات. بدني هيبقى عنده دوارفيزم، ودوارفيزم نوع صعب، البونز بيتأثر أكتر من السوفت تيشو، يعني السوفت تيشو بتبقى كميتها أكتر من البونز، فتلاقي الولد العظم الحوض صغير بس الفيسرا زي ما هي، فتلاقي بطنه عنده كرش يسموها بوت بيلي ابدومين، تلاقي الفك بتاعه صغير بس لسانه بيمو عادي خالص، ففي صعوبه في التنفس والاكل وقد يموت مختنق. هنقولها مع الكريتينيزم. يبقى ده النمو البدني. طب النمو العقلي؟ ايديوت عنده النوع الثالث واسوأ الانواع في العبط، عمره العقلي تحت سنتين، لا بيتكلم ولا بيتحكم في البول والبراز ولا يقدر يبروتكت هيم سيلف اجينست كومن دينجرز. طب النمو الجنسي؟ استرايل وامبوتنت، يعني عقيم استرايل وامبوتنت يعني غير قادر. فتمام اللي بقوله عشان ما تنساش، لو ربنا خيرك ينقص الجروث هرمون ولا ينقص التي 3 والتي 4؟ طبعا الجروث هرمون، لان الجروث هرمون هيبقى قزم بس، لكن بخلف وزي الفل الا اذا كان عندي طبعا انفانتيليزم، يبقى مع الدورفيزم في هايبوجوناديزم. انما نقص التي 3 والتي 4 ببقى قزم واهبال ولا خلف ولا في مقدره، وبرضه دي حاجه تدل على روعه الخلق والخالق، ان مش معقول ربنا هيمنا الدنيا يعني بهبل، فعشان كده ما يخلفوش الدورف الايديوت ده. ليه سموه كريتينيزم؟ احكي لكم القصه اولاد. اليونان بلاد الاغريق يعني فاكر بقى افلاطون وارسطو بلاد الناس اللي هي المفكرين، قرروا ان مفيش اي طفل عبيط يبقى يقعد في اليونان، لان دي بلاد الفلسفه، فعزلوا كل العبط في جزيره كريت قريبه من اليونان، فعشان كده بقت جزيره كريت فيها كميه عبط ضخمه جدا، فاي واحد عبيط في الدنيا يقول لك ده عبيط زي بتوع جزيره كريت، فكلمه كريتينيزم after the name of Crete Island تبعا لجزيره كريت. طيب نيجي اشهر نوع بقى من الدورفيزم في العالم. واحد صاحبي عندي في استراليا عنده هذا النوع.
اللي هو الايكوندروبليزيا، واحد في كل 25,000 شخص عنده هذا النوع، ان الكارتليج ما بيموش. ايه يعني نوع؟ كوندرو يعني كارتليج، بليزيا يعني تخليق، لا تخليق في الكارتليج. فهنا بقى بيبقى شكله ايه بقى؟ اقول لك صديقي ده الترانك ودماغه زينا بالظبط نورمال، بس هو مين اللي فيهم ابيفيزيال كارتليج؟ الارمز والليجز، فايديه ورجليه قصيرين. فكان يقعد معانا على الترابيزه زي الفل، وانس طلع ايديه على الترابيزه نلاحظ ان ايديه قصيره خالص، ديسبروبورشن. نبص تحت الترابيزه نلاقي رجليه بتتمرجح مش محصله الارض. احتمال ان ولاده يجي لهم نفس القصه دي 20% بس، لكن 80% جينيتك ميوتيشن. ده اكتر نوع في العالم الايكوندروبليزيا، واحد لكل 25,000. هقول لك بقى في سؤال نظري جميل قوي بيجي يا اولاد، يقول لك ايه؟ يقول لك الاتي، قول اربع انواع للدوارفيزم واشرح واحد فيهم. فادي ثلاث انواع، بيتيوتري دوارفيزم زائد ثلاثه، ادي اربعه، واشرح اي واحد فيهم. وخد بالك التدرج جميل. يبقى الدوارفيزم البيتيوتري دوارفيزم عنده عيب واحد بس، النمو البدني قليل قزم. طب الانفانتيليزم عنده عيبين، دوارفيزم معاه هايبوغوناديزم. طب الكريتينيزم عنده ثلاث عيوب، بدني وجنسي وعقلي، دوارفيزم وهايبوغوناديزم وايديوت. لكن اشهر انواع هي الايكوندروبليشيا. يبقى تنسى، شوف تقسيمات حلوه ازاي يا ولاد، موضوع لطيف خالص. يبقى البيتيوتري دوارفيزم 4 كوز 2 و2، والمانيفستيشن 6، 3 نورمال و3 ابنورمال. في انواع ثانيه، في انواع كتير قوي، انما اختصنا بالثلاثه دول. الانفانتيليزم مشكلتين، دوارفيزم مع هايبوغوناديزم، الكريتينيزم ثلاث مشاكل، دوارفيزم مع سترايل وامبوتنت على هايبوغوناديزم مع ايديوت، والايكوندروبليزيا اللي هو دي بس ورجلين قصيرين، لكن السكال والترانك زي الفل. هيا بينا بقى الى بلاد العمالقه، دي اقل طبعا شهره. طب لو زاد الجروث هرمون ده، هنا في سؤال مهم جدا، يعني هيزيد ازاي؟ هو بيطلع من الاسيدوفيليك سيلز في البيتيوتري السوماتوتروبس، يبقى العيان هيحصل عنده اسيدوفيليك ادينوما. اوما يعني ورم يا اولاد، ورم في الادينو هايبوفيز. فين؟ في الاسيدوفيليك سيلز. اشهر انواع الاورام في البيتيوتري بتبقى في السوماتوتروبس الاسيدوفيليك سيلز، بتطلع جروث هرمون لان دي اكتر الخلايا عددا. لدرجه بقول لك في الام اس كيو، لما يقول لك عيان عنده ورم في الاسيدوفيليك سيلز، ورم في السوماتوتروبس، جاوب السؤال، جاوب السؤال، افتح ودانك على انه زياده في الجروث هرمون. ده اشهر انواع الحكايه دي. تفرق بقى يا اولاد، هل الجروث هرمون زاد قبل البيوبرتي، قبل ما الابيفيزيال كارتليج تلحم، ولا بعد البيوبرتي؟ لو لسه العظم ما لحمش الشخص هيطول، يبقى عنده جايجانتيزم، او في امريكا بيحبوا الاختصار يسموها جايانتيزم. خلاص. اما لو الشخص اهو هوريهولك اهو، بص ده شايف طويل ازاي، الناس قصيرين خالص اهو، ده طلع عنده اسيدوفيليك سيلز قبل ما يلحم الابيفيزيس، فبقى طوله اكتر من 2 متر 2.5، ده طول رهيب جدا. وعلى فكره الناس دي هنقول ما بيعيشوش كتير في الدنيا. اما لو زاد الجروث هرمون، الجروث هرمون زاد بعد البيوبرتي، يعني بعد اليونيون ابيفيزيس افتر، يبقى خلاص مش هيطول، انما الاجزاء النهائيه في السكيلتون تكبر، يسموه اكرو يعني تيرنال، ميجال يعني كبير. اهو بص اهو، شايف وشه كبر ازاي، شايف ودانه، شايف مناخيره، هشرحها دلوقتي حالا. ده تعالى اوريك، مش كده، ايديه بتبقى دبل ذا سايز، يعني ده دي قبل المرض ودي بعد المرض، وهكذا رجليه. فده يسموه الاطراف الكبيره اكروميجالي. يبقى زياده الجروث هرمون يا اولاد هتدي حاجه من اثنين، زياده الجروث هرمون هتدي حاجه من اثنين، قبل البيوبرتي، قبل اليونيون ابيفيزيس هيبقى جاينت عملاق، بعد اليونيون بيفيزيس الاطراف النهائيه بس اللي هتكبر اللي هي الاكروميجالي. تمام. طيب ناخد الجايجانتيزم، يبقى اهم جمله تبتدي بيها تقول انه الجايجانتيزم او الجايانتيزم، اذا قلنا يعني مرض،
ده بيفور ذا يونيون بيفيزيس بيفور بيوبرتي. بعدين تقول اعراض المرض وهي خمسه. احنا قلنا ان الجروث هرمون مهم للنمو بتاع البونز والسوفت تيشو، يبقى العيان ده عنده اوفر جروث اوف اول بونز واوفر جروث اوف سوفت تيشوز. الاثنين يعني مش عاوز مذكر برضو زي القزم بروبورشنت. يعني ايه بروبورشنت؟ يعني الهايت قد السبان. لما يفتح ايديه كده زي ما تيجي تحضن واحد من بعيد نفسه طول من قمه الراس لخمس القدم، فبروبورشنت. ومن قمه الراس الى السيمفيس بيوبز ارتقاء العاني عند الحوض قد من السيمفيس بيوبز للهيل للفوت. طب نمره 2 اوفر جروث اوف سوفت تيشوز، يعني مش بس البونز نامت سوفت تيشو، فعنده سبلانكنوميجالي يعني الاحشاء بتاعته كبيره. سبلانكنو يعني احشاء، الكبد كبير، هيباتوميجالي السبلين كبير، سبلانكنوميجالي القلب كبير، كارديوميجالي كل حاجه كبيره في الفيسر. نيجي على الماسلز يا اولاد، الماسلز ايرلي ان ديزيز تبقى فيري سترونج، لان طبعا لما تشد الماسل بستارلينج لو تبقى قويه جدا، لكن لما تشدها قوي قوي يبقى within limits starting low، فليتر on the disease بتبقى very weak. فالمصل بتبقى early in disease very strong later on the weak، لأن starting low بيقول within limit. تحفظ دين دول مع بعض. طيب احفظ اللي بعديهم مع بعض. الأسيدوفيليك سيلز زادت اهي، حتى رسمها لك باللون الأحمر، ما هي طلعت الجروث هرمون اللي هو قلنا ايه بقى ده بيتوجينيك، فنسبة الجلوكوز عند العيانين دي هتزيد، يبقى عندهم هايبرجلايسيميا وممكن تديله دايابيتس ميليتس، maybe diabetes mellitus. لما الاسيدوفيليك سيلز عددها يزيد هتضغط على مين جنبها؟ البيزوفيليك الزرقاء. شوف العظمه الالهيه، البيزوفيليك دي تلات انواع، في واحده بتتحكم في الثايرويد، دي لو باظت هتبقى عبيط ويعني بهدله. الكورتيكوتروبس تتحكم في الكورتكس اللي هو اسينشال فور لايف، اقلهم اهميه هم مين؟ الجونادوتروبس، ان هيبقى عندك ضعف جنسي بس. فربنا خلى لما الاسيدوفيليك سيلز تزيد ده موست سنسيتيف بيزوفيليك سيلز بمثبت انه وراء الخلق خالق، هم اقلهم اهميه اللي هم مين؟ اللي هم جونادوتروبس. فعشان كده الشخص يبقى عنده هايبوجوناديزم وديليد بيوبرتي. حتى اقولها كان عندنا استاذي رحمه الله الدكتور محمد طلعت كان يقولها باسلوب ساخر شويه، انا اقولها يعني ايه باكثر طريقه، مش هقدر اقولها باسلوبه بالظبط. فكان يقول لما يدخل عليك الشخص العملاق اللي انت شايفه ده اللي وريت لك الصوره بتاعته، اللي عظمه كبير كل الفيسرا بتاعته كبيره، فانت تتصور خطا ان يا نهار ابيض الراجل ده بالطول ده، ده 100% الجينيتاليا بتاعته بقى كبيره جدا. الراجل ده لو قلع يا اولاد هتفاجئ بان الجينيتاليا بتاعته صغيره جدا، عنده هايبوجوناديزم يعني كل حاجه فيه كبيره ما عدا الجينيتاليا صغيره، لان الاسيدوفيليك لما ضغط على الجونادوتروبس ما بتطلعش جونادوتروبينز فبقت صغيره. قلت العيانين دول ما بيعيشوش كتير، ليه؟ بيحصل لهم في الاخر بتتدمر البيتيوتري كلها، يحصل بان هايبوبيتيوتريزم اند ايرلي ديث. حتى في الجيجانتيزم ما فيش في الدنيا ناس بيستنوا لما يعجزوا، بيموتوا في العقد الثالث او الرابع بالكتير بسبب بان يعني ممتد هايبوبيتيوتريزم. اسف بيجي لهم هائط بان هايبوبيتيوتريزم. بيتيوتريزم يعني البيتيوتري بتاعته بتبقى في هايبو فانكشن وايرلي ديث. ده قليل جدا الجيجانتيزم في العالم، يعني ممكن تقضي عمرك كله ما تشوفش ولا حاله جيجانتيزم، ما تشوفهاش غير في الديسكفري تشانل والصوره اللي انا وريتها لك. انما المرض الاكثر شهره اللي هو بقى ان يحصل ورم في الاسيدوفيليك سيلز بعد البيوبرتي. ليه يا اولاد ده الاكثر شهره؟ لان الاورام عموما بتحصل في السن الكبير مش في الاطفال، فعشان كده الاكروميجالي اكتر بكتير جدا من الجيجانتيزم. فاول جمله هتقول ان العيان ده هيحصل له اسيدوفيليك ادينوما افتر بيوبرتي، بعد البيوبرتي. تمام؟ طيب شوف المقارنه بقى جميله. هناك كنت بقول اوفر جروث اوف اول بونز، ان البونز ما لحمتش، هنا هقول اوفر جروث اوف تيرمينال بورشن اوف ذا سكيلتون، الاجزاء النهائيه بس في الجسم. وهنقولها بطريقه منظمه، ايه اللي هيكبر عنده؟ السكال، راسه،
الهاند والهاندز والفيت ايديه ورجليه زي ما وريتكم الصوره والفيرتبري. طيب تخيل لما السكال تكبر سموها بوكس لايك تبقى بقت شكلها زي البوكس كده. ليه؟ لانه المانبل بيعرض الفك فالمفروض بيبقى رفيع من تحت وكبيره من فوق لما يعرض المانبل يبقى هيبقى بوكس لايك. وحتى هتلاحظ فيه تيث سيبريشن ان السنان هتفس عن بعض ما اعرفش ازقز ليه بسهوله. طيب نيجي ناخد تاني حاجه في اللي هي الهاند وبعدين عاوز اقول لك حاجه السوبرا اوربيتال ريجس كل الفيشيال بونز بتكبر السوبرا اوربيتال ريجس بتكبر بتبقى شكله زي الايب زي القرد فيسموه ايب لايك فيس حتى كل عظم وشه كبر. نيجي الهاند والفوت قال لك الهاندز بتبقى دبل ذا سايز وريتك الصوره عشان كده لو بيلبس جوانتي هنا يلاحظ ان كل شويه محتاج جوانتي اوسع المفروض الواحد ايديه بتثبت. الفيت بتكبر نفس الفكره بيحتاجوا بيلبسوا فوق مقاس 14 بيلاحظوا انها كبرت قوي. الفوت يعني المفروض الواحد الحذاء بتاعه يثبت انما ده كل شويه محتاج حذاء اكبر. طب نيجي الفيرتبري الفيرتبري برضه بتحصل لها انلارجمنت فبيحصل له كيفوزس تحدب عارف يبقى احدب كده. يبقى هتتكلم في ثلاث نقاط سكال وهاند وفيت وفيرتبري. انا استمها لك بطريقه الطف هتاخد السكال في ثلاث نقاط يعني سكال وهاند وفيت وفيرتبري والسكال ثلاثه من فوق لتحت السوبرا اوربيتال ريجس بروميننت وبعدين انزل بقى النوز والاير دبل دي سايز اهو زي ما انت شايف وبعدين المانبل هيبقى برود اند ثيك بيبقى عنده بروجناثيزم بروجناثيزم يعني عنده ضب المانبل بيطلع لقدام ساعات اكتر من نص انش وسيباريشن اوف كيس. الهاندز والفوت او الفيت قلنا الهاندز هتبقى دبل دي سايز والفيت هتبقى لارجر ده دياجنوستيك يعني دي اهم حاجه ان عيان بيقول لك رجلي بتكبر لا بتكبر ده شخصه وانت مغمض اكروميجل مفيش مرض تاني يدي الحكايه دي غير الاكروميجل. والفيرتبري بتكبر والشخص ما بيطولش يبقى هتتجمع يبقى هتعمل له تحدب هتعمل له كيفوزس. نيجي نمره 2 عنده اوفر جراس اوف سوفت تيشو زي الجيجانتيزم نفس الكلمتين سبلانكروميجالي الاعضاء كلها تكبر الليفر هيكبر السبلين هيكبر قلبه هيكبر والمسل زي هناك بالظبط ايرلي ان ديزيز تبقى فيري سترونج ليتر اون تبقى فيري ويك. والفيس كل السوفت تيشو بقى اللي قلناها في وشه برضه بتكبر مش بس البونز. طيب 3 و4 زي هناك بالظبط الاسيدوفيليك سيلز زادت وضغطت على البيزوفيليك لما تزيد الاسيدوفيليك اللي هي جروث هرمون اللي هو بيزود الجلوكوز يبقى العيان عنده هايبر جلايسيميا وسكندري دايابيتس ميليتس. طب ضغطت على البيزوفيليك مين اول واحده بتتاثر اللي هي اقلهم اهميه الجونادوتروبس اللي بتطلع الجونادوتروبينز يبقى السكس هرمون هيقله يبقى انفيرتيليتي عدم خصوبه وجاينيكوماست يعني في الراجل هتلاقي الثدي بتاعه يكبر جاينيكو ماستيا كبر حجم الثدي. وعاوز اقول لك ليه الكلام ده بقى لان الجروث هرمون سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن تو برولاكتين بتاع الصدر عشان كده بيحصل في الرجاله جاينيكو ماستيا في الستات في 4% من الحالات وهي مش بريجننت ما اتجوزتش الجروث هرمون زي البرولاكتين تلاقي يحصل لها لاكتيشن وده طبعا عرض قبيح ان واحده مش متجوزه ويحصل لها صدرها يجيب لبن يعني عشان كده ربنا خلى العرض ده 4% بس. 5 و6 بقى يا اولاد. انه بيحصل بيتيوتري انلارجمنت، احنا قلنا التيومر في الاسيدوفيليك سيلز، وفي تصور يا اولاد دي اخطر حاجه البيتيوتري انلارجمنت. عارف العيان ده؟ كل اللي قلناه دي حاجات مالهاش قيمه قوي. العيان ده عنده ورم في الغده النخاميه اللي هي جوه المخ. يبقى عنده ورم في المخ. بيتيوتري انلارجمنت. اول ما بتضرب مين يا اولاد الاوبتيك كيازما النيزل فايبرز اللي هما بيشوفوا البره هنبقى نشرحها مع سبيشال سنس. فالعيان ده يلاحظ انه ما بيشوفش غير قدامه بس ما بيشوفش الجنبين فيسموها باي يعني 2 تمبرال يعني الاثنين التمبرال هم مش متشافين اللي هو الابيض هنا في النص بس باي تمبرال هيمي انوبيا اوبيا يعني نظر انوبيا يعني عمى هيمي انوبيا عمى نصفي. مين اللي ضاع؟ الاثنين اللي لبره باي تمبرال هيمي انوبيا. طب واحد يقول لي يعني شوف الحياه ازاي؟
عارف لو مسكت عملت كده لفيت ورقة وعملتها في شكل اسطوانة وبصيت من خلالها على الدنيا، يسموها تيوبلر فيجن، هو بيشوف كأنه باصص لحياة من خلال تيوب، فساعات يسموها تيوبلر فيجن. عارف لو بصيت في تلسكوب بتبقى شايف قدامك بس، فيسموها تلسكوبيك فيجن. دي من أهم الحاجات في الام اس كيو، ان الاكروميجالي ليه لازم نشيل التيومر بسرعة عشان خاطر ما يفقدش النظر بتاعه، لانه يعني بيحصل له في الاول باي تمبرال هيمي انوبيا اللي هي تيوبلر فيجن اللي هي تلسكوبيك فيجن، بعدين النظر بيضيع خالص. والثيرويد جلاند هي كمان يا ولاد بتكبر، فبيحصل بيتيوتري انلارجمنت وثيرويد انلارجمنت. ده عمري ما شفت حد جاب سؤال جيجانتيزم، لان قلت لك مش هتشوفهم في حياتك الطبيه خالص، هتتابعهم بس على الديسكفري تشانل او في صور اللي وريتها لك. انما مين دكتور الاكروميجالي؟ قلناهم بحب النظام قوي، تبتدي بجمله تقول ان الاكروميجالي بيحدث بعد البيوبرتي، بعد اليونو بيفيزس. وبعدين كام عرض؟ 6. تاخد كل اثنتين مع بعضيها. اوفر جروث اوف تيرمينال بورشنز اوف ذا سكيلتون، الاجزاء النهائيه بس في السكيلتون، واوفر جروث اوف سوفت تيشوز. تتكلم على البونز في 3 نقاط: سكال وهاند وفوت او فيت، هاندز وفيت وفيرتبري. ونمره 1 السكال 3 من فوق لتحت. السوبرا اوربيتال ريدجز very prominent. النوز والاير بينا انلارجت، وبعدين المانبل هيبقى برود يعرض وثيك يطلع لقدام هاف ان انش، فيبقى عنده بروجناثيزم. تمام. وبعدين السوفت تيشو 3 كلمات برضه، هتقول زي هنا 3 في الترمينال بورشنز، هنا 3 سبلانكروميجالي الاعضاء كبيره، الماسلز نمره 2 ايرلي ان ديز تبقى فيري سترونج، ليتر اون تبقى فيري ويك. وبعدين الفيس هيبقى عنده كورس فيشال فيتشرز، لدرجه بيقول لك عشان تشخص المرض ده العامه بيلاحظ التغيرات في وشه، قول له وريني لما يجي لك صوره ليك من 10 سنين تلاقي الصوره مختلفه تماما. ده غير طبعا ايه الدياجنوستيك، انه بيحتاج جوانت كبير، بيحتاج حذاء بيكبر كل مره يروح يشتري حذاء، ايه لو عنده طاقيه ما بقتش تدخل في راس ولا برنيت. يبقى نحفظ اوفر جراث اوف تيرمينال بورشنز اوف سكيلتون واوفر جراث اوف سوفت تيشوز. طب 3 تحفظها مع 4. عنده هايبرجلايسيميا بسبب زياده الاسيدوفيليك سيلز، فتنتهي ممكن بسكندري دايابيتس ميليتس. طب وهتضغط على مين؟ على البيزوفيليك. ربنا خلى مين اكثرهم حساسيه الاقل اهميه؟ بتاعت الجونات، بتاعت الجنس، الجنس ده حاجه لكجري. فيبقى عنده انفيرتيليتي عدم خصوبه، وقلنا بسبب ان الجروث هرمون مشابه للبرولاكتين لما بيزيد فالثدي بيكبر. جاينيكو ماستيا يعني تضخم الثدي، ماستيا اللي هو الثدي، جاينيكو يعني تضخم. ولو في ميل يعني البريست بتاعها مستعد، ممكن وهي مش حامل وهي مش متجوزه يحصل لها لاكتيشن، بس ده في 4%. بعدين 5 مع 6 يا اولاد ان في بيتيوتري انلارجمنت وثيرويد انلارجمنت. وقلنا ايه عيب البيتيوتري انلارجمنت؟ دي اخطر واحده فيهم. لو قلت لي قول ايه اهم واحده في السته دول، هي البيتيوتري انلارجمنت، عنده ورم في المخ هيضرب الاوبتيك كازما، هيضرب الفايبر اللي في النص اللي بتشوف اللي بره زي ما هنشرح مع سبيشال سينس. يبقى العيان ده يشوف عدل قدامه بس ما يشوفش البايلاترال، الناحيتين دول فيهم هيمي انوبيا. بايلاترال هيمي انوبيا او تيوبلر فيجن او تلسكوبيك فيجن. وبعدين عنده ثيرويد انلارجمنت. انا اعتقد يا ولاد عشان مش عاوز اطول المحاضرات هكتفي بهذا القدر. والمحاضره القادمه مع البوستيريو بيتيوتري انها قصيره هنقول البرولاكتين والبان هايبوبيتيوتريزم. يبقى اول غده بتبقى صعبه شويه، لان لسه متعود الاكشن هنقوله ازاي، الكنترول هنقوله ازاي، امراض هايبو وهايبر وسببها ايه. اشكركم على حسن انصاتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا. وزي ما بقول يا اولاد، انت اسمع المحاضره مره بغرض تطلع الكلمات الصعبه والاسئله، ومره ثانيه في يور فري تايم في وقت انت مرتاح كده حتى تكون يعني مزاجك رايق، اقعد اسمع بس المحاضره مره اخرى. بليف مي، اذا سمعتها مرتين بتبقى حافظها كويس قوي. واشكركم على تعاونكم مع اطفال مستشفى ابو ريش. شكرا، والقاكم باذن الله على خير.